صباح الخير على كل المصريين وصباح الخير على مصر. في بداية يومك كده وربنا بيصرف لك ال 24 ساعة اللي رزقك بيهم على الصبح، كل واحد فينا بيتعامل مع الرزق ده بشكل مختلف. في ناس بتتعامل على أساس إنه عادي، ما فيش أي جديد، ما فيش حاجة جديدة ممكن تتعمل، ما فيش خير ممكن يحصل، ما فيش حاجة، يعني عادي يوم بنلف في الدايرة نفسها وبنبتدي يوم جديد. وفي ناس تانيين بتعاملوا مع كل يوم جديد على إنه معجزة، معجزة زي ما الكلمة بتقول، بيتعامل مع اليوم على إنه خير كبير قوي، وخصوصا في الأزمة اللي احنا فيها دي، إني بخير وإن صحتي كويسة وإني لسه عايش لحد دلوقتي، ده في حد ذاته معجزة. في ناس بتقرر إنه تتعامل مع الأمور ومع اليوم على الأساس ده. أنا عايزة النهاردة أشارككم بفئات من الناس اللي بتبقى مش بس بيتعاملوا مع الأيام على إنها منحة كبيرة قوي وخير كبير قوي من ربنا، لكن على الناس اللي بيبقوا شهود عيان على المعجزات دي. في الأيام دي الدكاترة عندهم قصص كتير جدا، والدكاترة بيبقوا حقيقي شهود عيان على معجزات بتحصل كل يوم. في اليوم اللي انت بتسمع فيه عن أرقام كده ملهاش أي معنى بالنسبة لك وملهاش تفسير، ناس اتصابت وناس خفت وناس خرجت من المستشفيات، كل رقم من دول في وراه حكايات كتير الدكاترة في بعض الأوقات أو في أغلب الأوقات هم أبطلها، أو هم أدوات يعني في إيد ربنا سبحانه وتعالى في إنه تحصل معجزات، معجزات إنه ناس تترد لها الحياة، ناس تبقى حالتها صعبة جدا جدا لكن ربنا يكتب لها النجاة من الفيروس رغم شدة الإصابة، وناس يعدي عليها الموضوع بكل سهولة. وفي ناس تانيين عاديين خالص، ينفع نقول إنهم مش لازم يكونوا دكاترة ومش لازم يكونوا في الحقل الطبي، بس هم كمان بيقرروا إنهم يكونوا شركاء في الخير الكبير ده، يعملوا حاجة اسمها الخير العشوائي. في ناس بتقابلها الصبح بس طريقة كلامها وسلامها واستقبالها ليك وطريقة تقديمها للخدمات وتقديمها للحاجات العادية، ده في حد ذاته مشاركة في صناعة الحالة دي من البهجة. كلنا عارفين انه ال 24 ساعة اللي مصروفة لنا كرزقنا دي فيهم ألف حاجة تتعمل كويسة غير اني اشارك في حرقة الدم والتنمر والأذى اللي برضو بعض الناس بتقرر انها تشارك فيهم. ما احنا مش بنطلب دلوقتي ولا في اول اليوم كده بنطلب ان كل الناس تبقى جميلة ولطيفة ومبتسمة طول الوقت، لكن على الاقل بنطلب ان كل يوم ينضم ناس للفئة دي اللي بتحاول بس انها تفكرنا بالحاجات الكويسة، واللي بتحاول انها تكون جزء من صناعة الحاجات الكويسة، وانها تكون جزء من الخير. واحنا كده بنصبح على بعض ونقول صباح الخير يا مصر. النهاردة هنجتهد على مدار الحلقة ان احنا نقول لك انه في خير كتير جدا حواليك، وخير كتير جدا في البلد دي، وخير كتير جدا جاي رغم كل الظروف الصعبة. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر. مبهجة صدقوني، نعمة كبيرة من عند ربنا. أنا من مبهجات الحياة لما ببقى الحلقة بتاعتي مع إيمان. صباح الخير عليكي. أنا حقيقي بنبسط لما أكون معاكي يا دينا. صباح الخير عليكي. إيمان، وإحنا بندور كده على الحاجات اللي بتفرح، معرفش أنت موافقاني ولا لأ، إنه أحيانا لما الواحد بيدور على الحاجات كويسة بيلاقيها، والعكس صحيح جدا، وتدوري على الأخبار وحشة برضو تلاقيها. الحقيقة هي الفكرة أنت عايزة تشوفي إيه؟ لو عايزة تشوفي الوحش بس مش هتشوفي غير الوحش بس. لكن الحقيقة أن الكويس كتير جدا، يعني حاجة من الحاجات المبهجة يعني حقيقي أن أنت تشوفي في وقت أزمة زي كورونا أن الناس واقفة لبعضها سند. السند مهم جدا في الأزمة، لأننا بنتكلم عن مرض المصاب بيه مضطر مع الأسف أنه يكون لوحده، والوحدة دي فيها قسوة يعني كفيلة أنها توازي المرض. فكون أن الناس تعمل جروبات مثلا على الفيسبوك دلوقتي عشان تعمل أكل لمصابي كورونا، وناس تانية تتشجع وتتطوع وأنها توصل الأكل لمصابي كورونا، دي حاجة جميلة جدا. لكن لو هقولك أكتر حاجة مبهجة، يعني الساعات الأخيرة دي لفتت نظري ولفتت نظر ناس كتير، خليني أشركك فيها مع مشاهدي صباح الخير يا مصر. الحقيقة الصورة بتعبر عن اللي احنا بنقوله ده، فكرة الود والسند وقت المرض. شاب مصاب بكورونا، صاحبه وقف تحت بيته وتصوره سيلفي ومصاب بكورونا واقف في بلكونته. الصورة يعني الحقيقة بتعبر عن كلام كتير جدا، بالذات انه صاحب الصورة قال الصاحب الجدع رزق.
الصورة يعني قد ما هي لفتت الانتباه لفت الفيسبوك كله، والبوست اللي حضراتكم شايفينه الشخص علق على الصورة كتب في آخره يا بخت اللي صاحبه راجل، جيل صاحبه الشخص ده كل يوم كان بيسأل عليه، حتى ما كانش عنده مانع أن يطلع له لكن هو اللي منعه. فكرة أنه هو يطمن أكل ولا لا موجود، يعني أنه هو مش موجود لوحده حتى لو مش قادر يطلع له البيت واقف تحت البلكونة، حاجة فيها يعني فكرة ياريت كلنا نحققها ونطبقها. مريض الكورونا أو المصاب بوباء كورونا العزل بالنسبة له أكيد حاجة شديدة القسوة، نقدر نهونها عليه كتير بمجرد السؤال بمجرد التواجد، شيء بسيط ومش هيكلفنا أي حاجة غير أننا نكون لبعض سند وقت الأزمة، ده مهم جدا. إيه رأيك يا دينا في الصورة وفكرة السند؟ جدا جدا يا إيمان. عايزة أقولك أنه في أول الأزمة فاكرة لما كنا بنشارك الأخبار بتاعة أنه مش عارفة الناس في العمارة عرفوا أنه في واحد فيه كورونا فرفضوا يدخلوه، حاجة مؤسفة جدا، الحد اللي رفضوا أنه يدفن، فاكرة الحاجات صحيح. السلبية دي أنا بشوف كده أنه مشاركة الحاجات الحلوة اللي هي أكتر بكتير وإحنا متأكدين معدي، يعني اللي بيشوف الصورة دي النهاردة ممكن يروح يزور صاحبه ويفكر في فكرة يعملها يمكن ما كانش جاي في باله أنه بس يوقف له كده تحت البلكونة. فأنا عايز أشكرك على الصورة وعايز أشكر كل حد أصلاً اجتهد أنه يفكر وأنه يبتدي وأنه يعمل الخطوة الأولى، لأن هو بيقولوا كده في مثل لطيف أو قول كده بيقول لك أنه الطريق المستقيم الضيق قد يصبح أكثر اتساعاً إذا ما سار فيه كثيرون. ببساطة جداً إحنا في حاجات ممكن ما نكونش فكرنا فيها، ممكن ما نكونش يعني في بالنا أننا نعملها، لكن لما حد بيسبقني ويعملها بتشجع أكون بعمل ده. مش بنقول لحضراتكم أننا مش هنسمع عن ناس سيئة وعن ناس أنانية وعن ناس عندها مشاكل، لكن على الأقل كون أنت جزء من الدائرة التانية اللي احنا عاوزينها تبقى أكثر اتساعا علشان حتى كلنا حياتنا تبقى أسهل. بفكركم كمان بالمشاركات الحلوة اللي شبه دي، اللي عنده قصص وحكايات شبه اللي إيمان شاركتنا بيها، قصص وحكايات لسند ودعم للناس المصابين بكورونا. وتاني عايزة أفكر نفسي وأفكر حضراتكم السند والدعم والتقدير الكبير للأطباء اللي احنا عارفين أننا في حكايات كتير غايبة عننا وفي تفاصيل كتير بتحصل داخل المستشفيات إحنا ما نعرفش عنها حاجة، وكأنها عالم مخفي كده عمال يحصل فيه تفاصيل كتير إحنا ما نعرفش عنها حاجة. بنفرح وبنستنى المشاركات والقصص اللي بتحصل من البطولات اللي بتحصل جوه المستشفيات في الأيام دي. مواقعنا أو عناويننا على صفحات التواصل الاجتماعي موجودة على الشاشة على مدار الحلقة، على فيسبوك وعلى تويتر وعلى إنستغرام، كمان البث المباشر للحلقة على الفيسبوك، بنكون متابعين كل تعليقاتكم على مدار الثلاث ساعات من دلوقتي ولحد 10 صباحا. زي ما تعودنا في بداية كل حلقة بنشوف العالم وصل لإيه في التعامل مع فيروس كورونا. في أخبار كتير عمالة بتقول لنا عن عودة الحياة رغم ارتفاع الأرقام، وده في حد ذاته قد يكون خبر كويس. لو العالم عرف يتعامل مع فيروس كورونا، عرفنا نتأقلم، عرفنا نعيش في انتظار اللقاح أو المصل، أيا كان العنوان الكبير، لكن متابعتنا للأرقام مهمة. الأرقام وصلت النهاردة ل 7,148,000 حالة إصابة بفيروس كورونا، 408 حالة وفاة بالفيروس، و 3,974,000 حالة شفاء. والأرقام بتاعة حالات الشفاء طبعا أكتر، وده اللي بنفكر نفسنا بيه، إذا جالي كورونا فأنا الاحتمال الأكبر أن الأشخاص بيشفوا منه مش أنهم لا قدر الله بيحصل لهم أي مضاعفات. الدول الأكثر في الأعداد بتتغير بقى ترتيب الدول، واضح أن في دول بتنضم إلى السباق الصعب ده وبتنضم إلى الأعداد العالية بسبب من الأسباب، إما بسبب التهاون أو بسبب أنه أصلاً أعداد السكان فيها زي ما حصل في البرازيل والهند، نقدر نقول أنهم المثالين دول. أمريكا لسه هي الدولة الأولى في أعداد الإصابات، تيجي بعدها البرازيل اللي كانت نموذج لفكرة إن الاستهانة بكل الإجراءات الاحترازية، فارتفعت الأعداد بشكل كبير، ولسه البرازيل تاني دولة في أعداد المصابين. انضمت بقى بعد روسيا الهند. الهند كانت من البلاد اللي أعداد الإصابات فيها قليلة جدا لحد أسابيع قليلة فاتت، لكن النهاردة الترتيب الرابع، يمكن زي ما بقول لحضراتكم بسبب ارتفاع الكثافة السكانية وعدد السكان فبيخلي العدوى شديدة وسهلة، أو بسبب أنه برضو ما كانش في إجراءات احترازية. أيا كان الأسباب والمسميات بنتمنى
كل الشفاء لكل بلاد العالم، وانه العالم مش بس يشفى من الفيروس ده، لكن يشفى بحاجات كتير كان العالم بيصنف بيها الناس وبيصنف بيها البلاد على حسب مقاييس القوة والغنى، وحاجات كتير اعتقد ان كلها هتتغير بعد فيروس كورونا. نبدأ معاكم اخبارنا بخبر عن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاتصال تناول التباحث بشأن التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في إطار محددات مبادرة إعلان القاهرة، كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة. وقد أشاد رئيس رامافوزا بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي، مرحبا بمبادرة إعلان القاهرة والتي تتسق مع جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة الليبية وإنهاء مخاطر تداعياتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل. واستعرض السيد الرئيس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية والتي تهدف بالأساس إلى الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار وتضع حد لإعمال العنف والاقتتال والإرهاب، مع عودة مؤسسات الدولة وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته. وقد تناول الاتصال كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الراهن لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة، فضلا عن أفاق التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات بما فيها جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. للي فينا بيسأل عن أهم الملفات اللي على الساحة الإقليمية والدولية، هم الملفين اللي احنا قرينا عنهم في الخبر دول. ملف أمن ليبيا، لأنها مش بس احنا في مصر مهتمين بيها، زي ما حضراتكم شايفين أفريقيا كلها مهتمة بسلامة ليبيا كدولة عربية وإفريقية، وكمان مصر مهتمة. للي فينا برضو شايف أن الأخبار مش مفهومة ومتلخبطة ومتخبطة، وده حقيقي بصراحة، لأنه ده شأن الحرب. الحرب طول الوقت هي كر وفر، ويوم في انتصارات ويوم في إخفاقات، وإذا كان ده حاصل في الشأن الليبي فدايما بنسمع الأخبار من مصر أنه موقفنا ثابت حتى وإن تغير الوضع في ليبيا، وموقف مصر من دعم سلامة واستقرار الأراضي الليبية أيضا ثابت. نفس الكلام في ما يخص المفاوضات اللي بنسمع طول الوقت أخبارها بخصوص سد النهضة. طبعا في إيجابيات وفي سلبيات، في كر وفر في المفاوضات لأنه ده شأن المفاوضات، اللي نقدر عليه بنعمله، واللي نقدر عليه إحنا كمتابعين أو كمواطنين أننا ندعم بلدنا كل الدعم لحد ما توفق في المفاوضات اللي فيها نقدر نقول تحديد مصير بشكل كبير، سواء على الصعيد الأمني في الشأن الليبي أو على الصعيد الأمن المائي كمان فيما يخص مفاوضات سد النهضة. حاجات مهمة ومن حق المصريين أنهم كمان يبقوا مهتمين بها. فيما يخص بقى الشأن الداخلي، النهاردة هيبدأ تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللي تم اتخاذها خلال اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا. القرارات وصل عددها 12 قرار مختلف هيتم التعامل بيهم وتنفيذهم بدءا من النهاردة والحد 30 يونيو اللي جاي. هنشوف تفاصيل ال 12 قرار الجديدة اللي تخص الإجراءات الاحترازية والتعامل في الفترة القادمة مع جائحة فيروس كورونا. دي ببساطة ملخص القرارات في الفترة القادمة، وأنا عارفة أنه كل ما بتطلع قرارات الحكومة بيحصل كده حالا من الجدل حول المفروض نزود الإجراءات الاحترازية ولا نقللها. الحقيقة أنه القرار الوحيد المناسب هو أننا نكون حكماء في التعامل الفترة اللي جاية. كل واحد فينا لازم يخلي باله من نفسه جدا ومن عيلته، لكن كمان الحياة مستمرة مع هذا الفيروس لوقت طويل، فبعتقد أنه كلنا لازم نلاقي طريقة كأشخاص أو كحكومات للتعايش. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أيضا واصل جولاته التفقدية في مواقع العمل والإنتاج بزيارة عدد من المصانع في مدينة 6 أكتوبر، وبدأها بزيارة مصنع جديد لإنتاج الضفائر الإلكترونية للسيارات الكهربائية. شارك الدكتور مدبولي في الجولة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللي اطمن خلالها على تطبيق العاملين في المصنع للإجراءات الاحترازية والوقائية، وأكد أن المرحلة الحالية محتاجة تكثيف العمل لرفع الطاقات الإنتاجية للتغلب على التداعيات السلبية اللي عملتها
أزمة كورونا. زي ما بنقول لحضراتكم كده، كل حاجة بنشوفها فيها عودة إلى الحياة وعودة إلى العمل، هي دي الحاجة اللي بتطمننا إن إحنا هنقدر نكمل. كمان الدكتور مصطفى مدبولي امبارح تفقد مشروع رفع القدرة الاستيعابية لمحطة معالجة أبو رواش في محافظة الجيزة. خلال زيارة تعرف مدبولي على مراحل تنفيذ محطة معالجة أبو رواش اللي مساحتها حوالي 344 فدان. أكد رئيس الوزراء خلال جولته في المشروع أن الدولة بتواصل في المرحلة الحالية التوسع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وإنشاء محطات المعالجة في ضوء تكليفات الرئيس السيسي بالنهوض بقدرات مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية. وزارة المالية أكدت تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين في الدولة بمناسبة قرب نهاية العام المالي 2019-2020 عشان تبدأ من أول بكرة 15 يونيو. وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال الفترة من 15-18 يونيو، وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي بحسب المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية. حال خبر ده احنا قريناه كده على مدار الثلاث شهور اللي فاتوا أكتر من مرة، واضح جدا أن وزارة المالية عندها ترتيبات مش بس لتقديم المواعيد مرة بانتهاء العام المالي ومرة بسبب في بمناسبة العيد، ومرة كانت أعتقد ترتيبات لاستيعاب الأعداد اللي بتصرف المرتبات. على كل حال في حالة كده من الالتزام والسلاسة في صرف المرتبات الحمد لله عليها، بنحمد ربنا عليها، في حد ذاتها بتدل على قدر كبير من الاستقرار اللي يطمن الموظفين والعاملين في الدولة، واللي يخلينا كمان كمواطنين نتوقع منهم جهود أفضل وأداء طول الوقت متميز. وزارة الصحة وعودة إلى أكتر وزارة عليها عبء في الفترة دي، وأكتر وزارة كمان منتظرين منها أداء متميز في الفترة الحالية. دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أعلنت عن استقبال 87,391 طلب تسجيل للتبرع بالدم من المواطنين بعد 24 ساعة فقط من تفعيل حملة تشجيع المواطنين على التبرع بالتعاون مع موقع فيسبوك، في خطوة بتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. كان في إقبال كبير جدا على فكرة التبرع على مستوى الاتصالات اللي استقبلتها مراكز التبرع بالدم على مستوى محافظات الجمهورية. مراكز التبرع بالدم، وأنا بقول التبرع بالدم عموما مش التبرع بالبلازما للمتعافين، استقبلت حوالي 1827 مكالمة للاستفسار عن التبرع بالدم من بداية تفعيل الحملة اللي هتشجع كمان المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا. وده بيعتبر نجاح للتجربة اللي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات. التجربة ساهمت في تحقيق نسب تعافي جيدة للمرضى، وأيضا تفعيل الخط الساخن 15-366 لاستفسارات المواطنين عن التبرع ببلازما الدم. كمان الخط الساخن هيتم تفعيله في باقي محافظات الجمهورية خلال الأيام اللي جاية. طبعا الموضوع لم يخلو من كتير من السخرية، والحقيقة احنا شعب لطيف وساخر ودمنا خفيف وحاجات حلوة كتير من اللي حضراتكم عارفين، لكن في أوقات الأزمات بتبقى السخرية من الأزمة في حد ذاتها حاجة مش طبيعية، يعني غير مقبولة. على طول أول ما تم إعلان الخبر والإقبال على التبرع بالدم والخبر واضح جدا وصريح، ابتدت الناس تتريق وتقول لك في 87,000 متبرع ببلازما الدم واحنا عندنا متعافين اعدادهم اقل من كده بكتير. الحكايه فيها خلط كبير قوي. ببساطه احنا هنا في صباح الخير يا مصر كان اتشرفنا انه معانا يعني الاطباء المسؤولين عن حملات التبرع بالدم، وعلى مدار الشهور اللي فاتت قالوا لنا وشرحوا لنا كده انه التبرع بالدم واحده من الحاجات الاساسيه او واحده من الحملات المستمره على مدار السنه، بسبب انه الناس قعدت في البيت والناس ما بقتش تنزل اشغالها وما بقتش في حد بيروح الجامعات، فقل بشكل كبير جدا التبرع بالدم عموما. في امراض تانية كتير في الحياه يا جماعه غير فيروس كورونا، في عيانين كتير محتاجين رعايه، وفي مرضى اورام، وفي مرضى امراض مزمنه محتاجين تبرع بالدم. دول القصد الأساسي من هذه الحملة اللي وزارة الصحة فيها ببساطة جدا بتعمل دورها الطبيعي،
مش كل تصريح هيصدر من وزارة الصحة أو كل خبر عن وزارة الصحة يبقى طول الوقت معني بس بكورونا، رغم أن هي الأزمة والوباء، لكن في حاجات تانية كتير. التبرع بالدم حملة بقى لها وقت طويل جداً، والقصد منها أنه تشجيع الناس على التبرع رغم أنهم موجودين في البيت ومش بيشوفوا عربيات التبرع بالدم بشكل كبير. ومن ضمن آليات وفعاليات الحملة دي أن نشجع المتعافين كمان على التبرع بالبلازما. وتاني خلونا نرجع نفكر نفسنا، التبرع بالبلازما أو البلازما الدم مش العلاج لفيروس كورونا، وإلا كان العالم كله عارف العلاج وخلاص أعلننا انتهاء الجائحة. بلازما الدم فقط بتساعد في رفع جهاز المناعة. تقدير بعض الناس وكتير من الناس بتقول أنه لو أنت عايز تخدم الدكاترة، لو عايز تخدم المنظومة الطبية، تبرع ببلازما الدم. وخلونا كلنا نوجه في سكة أنه الأطباء هم أكتر ناس إحنا عايزين نتبرع لهم بالبلازما، عشان هم أكتر ناس بيتعرضوا للإصابة أو أي حد طبعا حالته خطيرة. ده ببساطة تفسير الخبر الكبير اللي يخص التبرع بالدم. نرجع لأعداد المصابين في مصر واللي ما زالت في تصاعد، وما زلنا ما نعرفش إحنا وصلنا للذروة ولا لا. وزارة الصحة أعلنت امبارح أن في 421 حالة من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفى العزل بعد تلقي الرعاية الطبية وتمام الشفاء بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية. إجمالي المتعافين من الفيروس بيرتفع إلى 11529 حالة. دول ال 11529 حالة دول اللي احنا بنقول لهم من فضلكم روحوا تبرعوا ببلازما الدم. عارفين ان في اعداد من المتعافين اكتر من دي، لكن اعتقد انه اذا لم يتم عمل مسحة ايجابية ليهم ومسحة سلبية اخرى فمش هيقدروا يتبرعوا ببلازما الدم. احنا مستنيين ال 11000 دول انهم ينقذوا 24000 تانين، لان كل واحد بينقذ 2 مرضى. 11000 متعافي من اصل 12919 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية. حالات الجديدة اللي تم تسجيلها 1677 حالة إيجابية جديدة ضمن إجراءات الترصد والتقصي اللي بتقوم بها الوزارة بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية. حالات الوفيات الجديدة 62 حالة، وإجمالي حالات الوفيات 1484 حالة وفاة، والعدد الإجمالي للمصابين اللي تم تسجيلهم في مصر 42980 حالة، من ضمنهم 11529 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل. زي كل مرة بفكر نفسي وبفكر حضراتكم إنها مش مجرد أرقام، دي أرواح ناس. كل واحد فينا مسؤول عن حماية شخص من إنه يصاب، لازم يعمل دوره. كل حد من الفريق الطبي مسؤول عن تقديم خدمة طبية ولا يتقاعس عن المحاولة لحد النفس الأخير، هو بيعمل كده فعلا، وإحنا بنشد على إيده بنقوله من فضلك كمل في أداء دورك أيا كانت المعطلات. كل واحد فينا يقدر يساعد الناس المصابين اللي بيعزلوا نفسهم في البيت، من فضلك اعمل كده، وإحنا بنشجعك ونفسنا كمان نكون جزء من الحالة العامة دي. الدولة بتعمل إيه؟ الدولة ما زالت مستمرة في إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، وكمان بتستمر وزارة الداخلية في التخفيف على المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية اللي بتقدمها أجهزة الوزارة بشكل ميسر، بعد ما قامت وزارة الداخلية بتوفير حصول المواطنين على خدماتها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو من خلال تطبيق الوزارة على الموبايل، وسداد الرسوم بيتم إلكترونيا، وبعدها بيتم إرسال وثائق للخدمات بالبريد المصري على عناوين المواطنين. الخبر ده في حد ذاته أنا بعتقد أنه ناس كتير من المتعاملين مع خدمات وزارة الداخلية يهمهم أنهم يعرفوا تفاصيل أكتر عن الخبر في التقرير اللي جاي. التحول الرقمي أو الخدمات الإلكترونية هي محاولات وجهود هتحصل وبتحصل في مصر، ومتوقع أنها تاخد وقت. في بعض الأجهزة خلاص بقى الموضوع سهل ومتعارف عليه، وفي بعض الخدمات ممكن تلاقي أنك بتجرب ولسه بتنشئ حساب زي ما التقرير بيقول، وممكن تعمل جزء من الخدمة إلكترونيا والجزء الآخر بيحتاج لحضور الناس. على كل حال لازم نجرب الخدمات، لأنه تجربتنا للخدمات دي هي اللي بتساعد الأجهزة اللي بتقدمها أنها تقيم الأداء. يمكن يكون في أفكار أكتر للتطوير،
لكن على كل حال تجاوبنا كمان مع التعامل الإلكتروني ممكن يسرع من تطوير هذه الخدمات. أجهزة وزارة الداخلية كمان وصلت على مستوى الجمهورية الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في إطار الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية، واستمرارا للدور اللي بتقوم به كافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة اللي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي جهود وزارة الداخلية على مدار الأسبوع الماضي. أخبار زي دي أو تقرير زي ده ليه مهم بالنسبة لنا؟ مهم بالنسبة لنا ببساطة لأنه اللي كنا بنشتكي منه على مدار سنين طويلة وإحساسنا والكلام القديم بتاع مفيش فايدة والناس بتعدي بغلطاتها والفساد منتشر في كل الأماكن والكلام القديم المستهلك ده ملوش علاج إذا فضلنا نردده إلا بحاجتين: فرض الدولة وسيطرة الدولة وسيادة القانون. الكلام اللي احنا بنسمعه كنظريات ده هو الحل الوحيد لأزماتنا المستمرة على مدار وقت طويل جدا وإحساسنا طول الوقت بأنه ما فيش حاجة بتتصلح. الحاجات بتتصلح إذا كان في سيادة وهيبة للدولة وتجاوب من المواطنين. تجاوب من المواطنين مش من المتوقع منه أن الناس تصحى الصبح كلها لطيفة وملتزمة، أبدا ده مش هيحصل في يوم وليلة، لكن على الأقل لازم اللي بيغلط يبقى بيخاف من الغلط. لازم الشخص اللي بيتنمر على الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وبيأذيهم وبيتعرض لهم بالخوض في الشرف وفي الكرامة وفي حاجات كتير يبقى بيخاف أنه يعمل كده، ولازم اللي بيعمل كده يتعاقب عشان احنا كمان نشوف انه في نتيجة لمجهوداتنا الكتير. لازم اللي بيبقى بيرمي مخلفات في الشارع يبقى بيخاف انه يعمل كده لانه معرض لعقوبة حقيقية. لازم احنا كمواطنين طبيعيين نشوف انه المواطن المؤذي اللي احنا اللي هو سبب تضررنا على مدار السنين اللي فاتت بيتعاقب وانه في هيبة للدولة. تحصل ازاي؟ تحصل بكتير من المجهودات من الدولة ومن الناس كمان اللي بتطلب حقها وبتصر عليه. لسه مكملين مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر حتى العاشرة صباحا بعد الفاصل. خير من جديد على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. خلونا نتعرف مع حضراتكم دلوقتي على أحوال الطقس النهاردة زي ما أفاد به خبراء الأحوال الجوية. هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن النهاردة هيشهد انخفاض في درجات الحرارة، لكن هيسود طقس مائل للحرارة صبح وعلى القاهرة والوجه البحري، والرياح هتكون معتدلة وتنشط أحيانا. السواحل الشمالية هتشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس لطيف، والرياح هتكون معتدلة نشطة أحيانا أقصى الغرب. خبراء بيتوقعوا كمان أنه شمال الصعيد هيشهد طقس حار وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، ورياح هتكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. بالليل تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس هيكون لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية هيكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد هيكون معتدل. دلوقتي خلونا نتعرف على درجات الحرارة في محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 34، الصغرى 23، اسكندرية 28، 21، مطروح 27، 20، بورسعيد 27، 21، دمياط 28، 21، الإسماعيلية 33، 20، السويس 33، 21، العريش 28، 20، في طابة 35، 23، سانت كاترين 31، 17، شرم الشيخ 37، 28، في الغردقة 37، 26، في الفيوم 34، 23، بني سويف 35، 24، في المنيا 35، 24، أسيوط 36، 26، سوهاج 42، 27، إنا 42، 27، الأقصر 43، 27، أسوان 44، 28، في الوادي الجديد 40، 28، وفي حلايب 37، 29.
خلونا دلوقتي نتعرف مع حضراتكم على أحوال المرور في المرور في شوارع القاهرة الكبرى، واللي بيعرفنا عليها زميلنا مينا مكرم. مينا كالعادة بتتجول في سيارتك، قولنا أخبار شوارع القاهرة إيه دلوقتي وإنت فين تحديدا؟ خير يا إيمان، برحب بيكي وبكل مشاهدي صباح الخير يا مصر في جولة مرورية جديدة بنبدأها النهاردة في بداية الأسبوع، وتحديدا إحنا موجودين في محور 26 يوليو. إحنا موجودين النهاردة في امتداد محور 26 يوليو، واللي بيبدأ طبعا من بعد ميدان لبنان وصولا لغاية 6 أكتوبر. خليني أنقلك الصورة يا إيمان من على أرض الواقع من خلال زميلي المصور اللي هيبدأ يظهر لمشاهدينا الحركة المرورية في محور 26 يوليو والامتداد الخاص به لوصولا لمدينة 6 أكتوبر، عشان ننقل لحضراتكم الصورة. زي ما حضراتكم ملاحظين في سيولة ملحوظة في 26 يوليو في امتداد المحور. احنا تحديدا كمان عدينا من لحظات تقاطع العبور اللي بيتقاطع في محور 26 يوليو مع وصلة دهشور أو طريق وصلة دهشور، في سيولة كبيرة ملحوظة قادرين نلاحظها في المنطقة اللي احنا متواجدين فيها. مفيش تكدس أو كثافة عالية من العربيات أو السيارات اللي بتسير في هذا الطريق. هنكون بنتابع معاكي أمان كمان خلال الساعات المقبلة لصباح الخير يا مصر الحالة المرورية في مدينة 6 أكتوبر. خلينا نشوف كمان الحالة المرورية أخبارها إيه جوه مدينة 6 أكتوبر في خلال الساعات المقبلة وجولتنا المرورية المستمرة لصباح الخير يا مصر. عودة ليك يا إيمان مرة تانية. شكرا ليك يا مينا، وأكيد هنرجع لك عشان نعرف أحوال المرور في الساعات اللي جاية في 6 أكتوبر. دلوقتي خلينا نتعرف على آخر أخبار الفن، بنبدأها بإعلان المنتج تامر مرسي عن عمل ضخم الحقيقة هيكون التعاقد فيه مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وهو مسلسل نسل الأغراب اللي بيقوم بتأليفه وإخراجه محمد سامي، وهيتعرض في موسم رمضان اللي جاي 2021. المسلسل من نوعية الدراما السعودية اللي بيرجع ليها تاني أحمد السقا اللي سبق وقدمها مع المخرج محمد سامي في مسلسل ولد الغلابة. العمل ده بيعتبر التعاون الأول في دراما بين أحمد السقا وأمير كرارة بعد تعاونهم في السينما قبل كده في فيلم هروب اضطراري. الفنان نضال الشافعي قرب ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم خان تيولا اللي بيشارك فيه بطولته مع الفنانين وفاء عامر ومحمود البزاوي وراندا البحيري. الفيلم باقي على تصويره يومين وهيتم استئناف تصويرهم خلال الأيام اللي جاية. النجم ياسر جلال بدأ التحضيرات لمسلسل سيف الله خالد بن الوليد، وهو عمل تاريخي ضخم طبعا هيقوم ببطولته عشان يتعرض في شهر رمضان اللي جاي 2021، وده بعد ما تم الإعلان عن بداية التصوير بعد شهر واحد. طبعا بداية التصوير هي بدري جدا بالنسبة لأعمال رمضان، وده بيرجع لضخامة المسلسل عشان يكون فيه متسع من الوقت لتصويره وتنفيذه بشكل متميز. فريق عمل فيلم صابر وراضي للفنان أحمد آدم والفنانة سمية الخشاب بيقوموا بجلسات عمل في الوقت الحالي للاستقرار على ميعاد محدد لبداية تصوير الفيلم بعد ما قرروا أنه يبدأ آخر الشهر الحالي بعد نهاية أزمة كورونا زي ما التوقعات بتقول، والفيلم هيكون من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد. فيلم النجم العالمي جيرالد باتلر جرينلاند هيبدأ يوم 31 يوليو اللي جاي في السينمات الأمريكية. الفيلم من إخراج ريك رومان وبطولة سكوت جلين ومورينا باكارين وكينج باتش. خلصنا دلوقتي أخبارنا الفنية، هنرجع دلوقتي لدينا ونستكمل معاها فقرات صباح الخير يا مصر اللي مكملة لغاية الساعة 10. هرجع لك مرة تانية لدينا، اتفضل. شكرا يا إيمان، أخبار الفن بتدينا أمل كده إن إحنا ممكن نكمل والحياة ترجع طبيعية يعني. أكيد. أنا هاخدكم كمان لأخبار فنية، لأنه بطبيعة الحال الفن حاجة بتخلينا نقدر نكمل الحياة. الفن خرج من قلب الظروف الصعبة وخرج من قلب الجمال في أحيان تانية،
هو على كل حال حاجة عظيمة جدا، وكل اللي بيحب يتابع الفن هيستمتع بالتقرير من معرض الأقصر للفنون اللي بيروج للفنون الجميلة سواء الفنون المحلية والمعاصرة، وبيعرض فنون لفنانين مصر الكبار والمواهب الجديدة والعالمية. الفن ممكن يكون ملجأ وملاذ لينا في أوقات زي دي. وعايزة أفكركم كمان أنه وزارة الثقافة المصرية، وزارة الآثار المصرية، مخلية الفن متاح لينا حتى في وقت العزل. فاللي عايز ياخد جرعات ويوري ولاده حاجات قد يكون الوقت ولا الظروف بتسمح أن احنا نشوفها، ادخلوا على مواقع الوزارتين دول، هتستمتعوا بفن مجاني وتاريخ وحضارة مجانية طول الوقت. ده معادنا مع الموجز، نروح لموجز الثامنة مع إيمان. شكرا لك يا دينا. ثامنة بتوقيت القاهرة، سادسة بتوقيت جرانتش، وموجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم، ونرجو من جميع المواطنين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، تحمي أهلك وتحمي بلدك. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه السفير بسام راضي ان الاتصال تناول تباحث بشان التطورات الراهنه للقضيه الليبيه في اطار محادثات مبادره اعلان القاهره، كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشان ملف سد النهضه. وقد أشاد رامافوزا بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي، مرحبا بمبادرة إعلان القاهرة والتي تتسق مع جهود الاتحاد الإفريقي لتسوية الأزمة الليبية. اتفق وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا على عقد اجتماع غدا الاثنين يتم خلاله تقييم مسار المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبية. وأكدت مصر ضرورة أن يتضمن أي اتفاق بشأن سد النهضة البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على ذلك الاتفاق. وفي بيان لوزارة الموارد المائية والري أضافت مصر أن الاتفاق يجب أن يتضمن وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي تنشب بين الدول الثلاثة، كذلك إجراءات لمواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائية. وأوضح البيان أن هذه البنود والعديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي. بدأت وزارة النقل تسيير عدد من الرحلات البحرية لنقل المصريين من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجة البحرية، وذلك بعد توقف حركة السفر بين الجانبين المصري والسعودي بسبب الإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبان للوقاية من فيروس كورونا. وغادرت ميناء سفاجة العبارة القاهرة متجهة إلى ميناء ضبا، ووجه وزير النقل قيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحي، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال تعقيم الركاب والأمتعة والسيارات. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد إتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11,529 حالة، كما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 12,919 حالة. وأعلنت الوزارة تسجيل 1,677 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و62 حالة وفاة. أعلن الجيش الوطني الليبي إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية للجيش وتكليف ضباط أكفاء وقادرين على التفاعل مع ساحة المعركة ومتغيراتها. أشار الجيش إلى أن عملياته تهدف إلى مكافحة الإرهاب والمرتزقة الأجانب، مؤكدا أن تركيا تدخلت لدعم من وصفهم بأعداء الوطن. وأضاف الجيش الليبي أنه غادر المدن من أجل حماية المدنيين، وأنه سيقاتل العدو في أراض مفتوحة. تقدمت قائدة شرطة مدينة أتلانتا الأمريكية أريكا تشيلز باستقالتها بعد مقتل شاب من أصل إفريقي بنيران الشرطة. وقد أعلنت رئيسة بلدية مدينة أتلانتا كيشا لانس أنه تم قبول استقالة قائدة الشرطة، وأكدت أنها لا تعتقد أن استخدام القوة المميتة كان مبررا في الواقعة،
مضيفة أن الضابط الذي قتل الشاب أقيل من عمله. هذا ولم تكشف السلطات بعد عن اسمي الضابطين المتورطين في الحادثة. جاءت الحادثة بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية عقب مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد. يستضيف ريال مدريد اليوم فريق إيبار ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني، ويسعى الملكي للفوز باللقاء لتقليص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى نقطتين، حيث يحتل الفريق مركز الوصافة ب 56 نقطة. ويغيب عن ريال مدريد في مباراة الليلة المهاجمان لوكا يوفيتش وماريانو دياز إلى جانب المدافع ناتشو فرنانديز بسبب الإصابة، كما انضم الجناح لوكاس فاسكيز لقائمة الغائبين لمعاناته من الإجهاد بسبب الإجهاد الزائد في التدريبات. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. احمي نفسك واحمي بلدك، مفيش اغلى من حياتنا. الدستور بيقول الحياه هي اهم حق من حقوق الانسان. كلنا بنواجه خطر، تهديد حقيقي لحياتنا ومستقبلنا. في الوقت ده كلنا لازم نكون ايد واحده، نواجه الخطر ونهزمه بسلاح واحد، الالتزام. فيروس كورونا مش انفلونزا عاديه، ده فيروس قاتل بس سهل ان ننتصر عليه. اوعى تستهون، العدوى قريبة منك. اجراءات بسيطة لو عملناها هتحمي نفسك وهتحمي بلدك. النظافة اهم حاجة، نغسل ايدينا 20 ثانية ونخلي معانا دايما الكحول. ما تنزلش من البيت الا للضرورة. كمامة والجوانتي مش رفاهية، ده بنحمي بيها نفسنا وبنحمي اللي حوالينا. ناخد بالنا من الاخبار الغلط والاشاعات، ناخد المعلومة من مصدرها. نشتري اللي محتاجينه بس، السلع مش هتنقص لو بطلنا نخزنها. كلنا عندنا شغل بس حياتنا اهم، اشتغل من البيت. لو حسيت باي اعراض روح لاقرب مستشفى وهتلاقي هناك اللي يساعدك. ساعد غيرك علشان نعدي الازمه بالنظافه والالتزام بالتعليمات. كلنا هنكون فعلا. خليك في البيت، ابعد عن الزحمه، اغسل ايدك باستمرار، البس كمامه، ما تسلمش ودنك للاشاعات. احمي نفسك وهتحمي بلدك. في مناقشات كتير جدا بندخل فيها كده، ومن أهمها النقاش حول ما تم وما تم إنجازه خلال الوقت اللي فات. في فئة طول الوقت شايفة أنه أيا كان ما تم إنجازه هو مش كفاية، وفي فئة شايفة أو بتبالغ في الحديث عن كل ما تم إنجازه. الحقيقة أنه مصر بشكل عام ما هيش مشغولة بالمزايدة ما بين الفريقين، لكن اللي بتعمله الأجهزة الرسمية في الدولة، الحكومة المصرية، هي أنها بتستمر بس في تحقيق بعض النجاحات، بعضها نجاحات صغيرة وبعضها نجاحات كبيرة، أيا كان تصنيفنا للإنجازات دي، إلا أنه في خط كده ماشي في النص، هو الخط اللي بيقول أن احنا هدفنا أنه كل يوم نبقى أفضل بكتير من اللي قبله. واحدة من الحاجات اللي لازم نفضل نتابعها ونراقب التطور فيها هو الإنجاز الكبير اللي حصل على مدار الست سنين اللي فاتوا من توفير وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل. زمان ومن فترة برضو مش بعيدة كان أي شخص بيقدم على شقة بياخدها بعد على الأقل ست سنين لو قدرت الدولة أنها توفر له ده. في الفترة اللي فاتت الدولة وفرت أكتر من 700 ألف وحدة سكنية. خدمات الإسكان لكل الشرائح بأسعار منافسة، وأعتقد أنها أسعار جيدة في متناول ناس كتير. فكرة السكن الكريم لكل المصريين تحولت إلى حقيقة بيتم إنجازها على الأرض. نسأل في أسئلة وتفاصيل كتير تخص الإسكان وتحديدا الإسكان الاجتماعي. بينضم إلينا على التليفون المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. صباح الخير على حضرتك.
صباح النور يا استاذ دينا، اهلا وسهلا بحضرتك. احنا بنقول لكل ضيوفنا يعني بنعتذر لهم ان احنا صحيناهم بدري وكده، بس انا عارفه انه حضرتك على طول بتصحوا بدري وبتشتغلوا كتير، فده بالنسبه لكم حاجه طبيعيه. ده يا فندم ده الحل الوحيد عشان ناكد على كلام حضرتك ان احنا لازم نكمل ونتقدم لقدام، ويعني ما التفتش للمناقشات الجانبيه وما التفتش للمدايدات الجانبيه. وطبعا عجبني مقدمه حضرتك جدا في ان الدوله المصريه عشان تكمل لقدام وبسرعه لازم ما نتوقفش لحظة عن الانتاج وما نتوقفش لحظة عن المشروعات القومية أيا كان حجمها صغيرة أو كده. هو اللي حضرتك بتقوله فكرة ما نتوقفش لحظة ده ينفع شعار جدا لوزارة الإسكان تحديدا. أنا عايزة أسأل حضرتك في نقط سريعة وفي بنود سريعة. الأهم أو البند الأهم بالنسبة لنا أنه إسكان محدودي الدخل هو كان حلم كبير. احنا وصلنا لايه فيما يخص اسكان محدودي الدخل خلال السنوات اللي فاتت؟ الحقيقه فعلا يا فندم اسكان محدودي الدخل هو فعلا من اهم موضوعات على اجنده سياسات الرئيس في اكثر من لقاء كان بيتكلم على اهالينا في كل الاماكن اللي عندهم اشكاليه في الاسكان واللي عندهم اي مخاطر في الاسكان. مش هنسيب الموضوع ده يتطور اكثر من كده ولازم نوضع له حل، وده اللي حصل فعلا. من 2014 تم طرح الاسكان الاجتماعي، يمكن واحنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي واحنا النهارده 14 من الشهر 6 اللي احنا فيه، اول يوم الحمد لله لطرح الاعلان لل 13. طبعا مبروك لكل اهالينا اللي في محافظه الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر ومطروح. ان شاء الله الاعلان موجه ل 10 محافظات زي ما حضرتك شايفه، معظمهم في الصعيد والبحر الاحمر ومطروح. فعندنا ان شاء الله الاعلان ال 13 ده اللي هيتقدم له ان شاء الله سكان المحافظه او العاملين بيها الراغبين في الحصول على وحده سكنيه، ثلاث غرف اصاله من تحت 90 متر مسطح المطروحه في الاعلان ان شاء الله بدايه من النهارده ولحد يوم 4/7 لجميع المواطنين. واحنا يمكن كنا بدانا الاسبوع اللي فات اسبوع لذوي الاحتياجات الخاصه مخصص ليهم للتقديم، وده طبعا يعتبر زي ما قلت سياده الاعلان ال 13. من 2014 لحد النهارده تم طرح 13 اعلان للسكن الاجتماعي زي ما سيادتك تفضلتي في المقدمه. بالفعل تم تنفيذ 414,000 وحده سكنيه، ده غير طبعا حوالي بنتكلم في 230,000 وحده سكنيه اخرى جاي تنفيذها ان شاء الله يستفيد منها كل الحاجزين اللي ان شاء الله عايزين يقدموا في الاعلان الحالي او الاعلانات ان شاء الله التاليه. فبالتالي يعني موضوع الاسكان الاجتماعي هو مش مجرد مشروع وحده سكنيه للمواطنين، هو توفير فرص عمل في المحافظات، توفير فرص سكن لائق زي ما حضرتك تفضلتي للمواطن المصري اللي كان بيعاني عقود طويله جدا انه يقدم على الشقه. وحضرتك قلت يمكن بيقعد 6 سنوات، لا انا بقول انه كان بيقعد 10 او 15 و20 سنه واهالينا كلهم عارفين الكلام ده. فحضرتك اللي كان بيتم انتاجه على 30 و40 سنه تم انتاجه فقط في 6 سنوات، بنتكلم في حوالي 3/4 مليون وحده سكنيه تم انتاجهم على مختلف جميع شرائح المجتمع موجوده في جميع محافظات مصر وفي المدن الجديده بالكامل. انا يعني عايزه يعني نفسي الوقت يكفيني اسال حضرتك تحديدا في الحته دي، لانه باشمهندس عمرو حضرتك بتقولوا اسكان محدودي الدخل هو ببساطه نقل العشوائيات الى حياه كريمه وتوفير فرص عمل، التركيز على الصعيد، كل الحاجات العظيمه دي. طول الوقت في وسط الخط الإيجابي ده في محاولات لإفساد، أو في إفساد بيحصل بقصد أو بدون قصد. بتعملوا إيه علشان مواجهة السمسرة والتلاعب والسوق السوداء اللي ممكن تظهر؟ إن حد هل ممكن حد يستلم شقة في وحدات الإسكان الاجتماعي ويبيعها أو يستغلها استغلال غير اللي الدولة استثمرت علشان يحصل؟ طبعا موضوع حضرتك في شقين، ده سؤال مهم. الشق الاول هو موضوع طبعا ذوي النيه السيئه اللي هو السمسره، وده طبعا اتعمل له قانون وله عقوبه تصل الحبس والغرامه وسحب الوحده السكنيه. بالتالي اللي سمسر في الوحده هتتسحب منه، واللي اشتراها منه بشكل بنيه سيئه او تاجر في الدعم هو كمان هيخسر، والاثنين هيتعرضوا لمساءله قانونيه وتصل الغرامه والمبلغ كبير جدا وتصل للحبس، وده اتعمل له قانون وتشريع وبيتم تفعيله بمنتهى القوه والحسم. الشق الثاني وده الاهم بقى والتوعيه، انه اوقات بيكون عن جهل ان المواطن فاكر انه زي زمان هيقدر ياخد شقه مدعمه من الحكومه ويكسب فيها، او بيكون مش عارف ان في قانون. فحاليا زي ما كنت تفضلتي بيتم الاعلان، وتم الاعلان اكثر من مره وعلى جميع وسائل الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بيتم الاعلان ان في فرق قضائيه بتروح تفتش على الوحدات
فبالتالي يا جماعة الموضوع لا يجوز فيه التجارة. فلما يكون مواطن ما عندوش معلومة احنا بنعلن في كل مكان ان هذا المشروع غير قابل للتجارة، غير قابل للتداول في البيع والشراء ابدا، لانه مشروع مدعم من الدولة، بنتكلم في حوالي 50% من ثمن الوحدة. يعني الوحدة مش مجرد من ثمنها 150 او 180 او 190 الف جنيه، لا ده احنا بيتم دعم مباشر نقدي للمواطن المستفيد اللي هو شريحة محدودي الدخل، مبلغ مباشر متوسط 92 الف جنيه. ده غير المرافق الطرق، المرافق والطرق اللي اتعملت، الخدمات اللي اتعملت لحد المكان بالزبط. اللي تتكلف بتكبتها الدوله مليارات الجنيهات علشان تنفذ مشروع مش مجرد اسكان اجتماعي وحده سكنيه في مكان نائي، بالعكس بيتم توفير مرافق طرق المنطقه، بيتم توفير مدارس، خدمات صحيه، خدمات شرطيه، الحاجات دي كلها بتتحمل على ثمن الوحده بما لا يعني ما يقلش عن 230 الف جنيه. يعني نتكلم ضعف او اكتر من ثمن الوحده بجزء زياده عن ثمن الوحده نفسها. فبالتالي مش من حق اي حد انه ياخد دعم الدوله صرفته علشان شريحه محدوده الدخل وياخده ويتجر فيه. فبالتالي تم انشاء المشروع بقانون من 2014 وبيتم تنفيذه حاليا يا فندم. لو حضرتك هتلاحظي على مدار الايام والاخبار في عندنا فرق بتنزل معاهم ضبطيه قضائيه بيفتش ويعرف لو الشقه اللي غير مستفيد غير نشاطها او باعها لحد تاني بيتم سحب اتخاذ اجراء قانوني مباشر وفورا مع اللي عمل حاجه زي كده. بشكرك، يعني دي حاجه مهم ان احنا نسمعها لانه طول الوقت في ناس بتفسد الفرصه على المستحقين، وده يمكن ينقلني اني اسال حضرتك حقيقي. انه في فئه تانية فعلا مستحقه، مش الدعم المادي، لكن قد يكون الدعم في التسهيلات، الدعم في السكن الكريم او في السعر المناسب. بتكلم مع حضرتك عن الطبقه المتوسطه والاعلى قليلا من فكره من فئه محدودي الدخل، الشباب اللي بيتخرج من الجامعه ومن حقه يبقى عنده شقه لائقه في مكان مناسب بتقسيط مناسب. انا نفسي حضرتك تلخص لنا اهم ما تم في اسكان الطبقه المتوسطه اللي حصل برده على مدار السنوات اللي فاتت. تحية فندم، فعلا الطبقه المتوسطه دي يعني تم تجاهلها لفتره، ولانه كان دايما بيبقى في شريحه في النص اللي هو بنتكلم في شريحه عمريه من 25 لحد 40 سنه 45 سنه، وده اللي هو لا هو دخله بسيط جدا يقدر يشتري، يقدر يخش في تبع شروط الاسكان الاجتماعي، ولا دخله مرتفع جدا يقدر يشتري في الكومباوندات والمشروعات الخاصه وخلافه. فبالتالي وزاره الاسكان بالفعل بدات من 2015 في تنفيذ اتاحه وحالات سكنيه وقطع اراضي للشريحه دي، شريحه الدخل المتوسط، وتم تنفيذ فعلا ثلاث مشروعات كبار بنسمع عنهم، حضرتك تسمع عنهم اكيد طبعا، مشروع دار مصر وسكن مصر وجنة. ده برضو يعني وحدات سكنية بتتيح مساحات أكبر من 115 150 متر، وكملت التشطيب، كملت الخدمات، بل إن فيها بعض المشروعات على شكل كومباوند وجيتد كوميونتي، يعني بوابة وأمن وخدمات داخلية وخدمات متصلة بالخدمات الخارجية. في نفس الوقت تم إتاحة الوحدات دي بالشكل ده. بنتكلم النهاردة الإنتاج اللي حصل حوالي 150 ألف وحدة سكنية استفاد منها المواطنين، وفي الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي في اعلانين لسه شغالين على موقع الوزاره الحجز الالكتروني hdb-reservation.com. في مشروع سكن مصر ومشروع جنه جاري للتسجيل ليهم والحجز ليهم، وكان لحد الاسبوع اللي فات مشروع دار مصر. وبالفعل الناس يعني عايز اقول لحضرتك الاقبال على المشروعات دي بقى جيد جدا، لان المواطن لقى ان في طفره في الانتاج زي ما حضرتك شايفه في الصور اللي معروضه دلوقتي. في طفره في انتاج الوحدات السكنيه اللي كانت بتطرحها الحكومه زمان، وفي فرق بين اللي كان بيحصل زمان واللي بيحصل دلوقتي. زمان كانت الواحد بتستلم نص تشطيب، بتستلم جودتها سيئه، المكان المحيط بيها ما كانش شكل كويس. النهارده بنتكلم في شقه كامله التشطيب متكامله الخدمات، بيستلمها مفتاح زي ما حضرتك شايفه اللاند سكيب. المواقع نفسها يا باشمهندس يعني عمرو هي مواقع مميزه جدا، يعني بالظبط بتنافس طب حضرتك بترد بايه على فكره انه طيب المخصص للطبقه المتوسطه يعتبر برضو سعره عالي؟ يعني ايه التعاون اللي حصل ما بين وزاره الاسكان والتمويل العقاري؟ ايه التسهيلات اللي بتحصل في الوحدات؟ لانه لا ما هو معروف انه فعلا سعر المتر عالي وقريب من الاسعار اللي موجوده في المناطق دي. يعني خلينا نرد عليها بالاول بتصحيح المصطلح، هو مش سعر عالي، هو سعر مناسب ومنافس. بمعنى انه نفس الوحده دي في كومباوند اللي جنبها على سوق خاص تلاقي السعر اعلى مرتين او ثلاثه الضعف او اكتر كمان. لكن خلينا نقول حاجه مهمه قوي، انا باخد، انا مش هادف للربح بشكل كبير، ولكن وزاره الاسكان بتنفذ الوحدات دي علشان تدعم فئه محدودي الدخل وشريحه الدخل. فبالتالي الوحدات دي بيكون سعرها مناسب مش عالي، لان لو قارنا الاسعار هنلاقي المتر النهارده في بعض المدن وصل ل 12000 جنيه. انا لسه النهارده الاعلان اللي شغال بيتكلم في 12000 جنيه المتر. فحضرتك احنا زدنا عن الضعف بشويه في وحدات غير مثيله مساحتها اقل،
تشطيبها يمكن يكون اقل. يسلمها نص تشطيب ومش بالتقسيط. نيجي للحاجه المهمه، ان انا بسلمها بتسهيلات من اول يوم، بسلمها له بالتقسيط، بطرح له اكتر من وسيله يدفع، سواء كاش او تقسيط على 3 سنين او 5 سنين او 10 سنوات. وبيستفيد كمان من جهود الدوله في التوفير، ان الدوله اطلقت مبادره تبع البنك المركزي للتمويل العقاري بفايده ضعيفه جدا، بنتكلم في حوالي 6% تقريبا. فبالتالي دي سهلت على ناس كتير جدا انها تاثر في الوحدات حتى لحد 20 سنه كمان. فبنتكلم على وحده سكنيه بسعر منافس ومناسب، اقل من السوق بحوالي نص تقريبا، وفي نفس الوقت بطرح وسائل اساليب ميسره جدا للدفع على فترات طويله. فبالتالي يعني اعتقد انا اجبت كده على سؤال. طبعا لا انا دي اجابه مهمه. باخيرا عايزه اسال حضرتك، هل في شروط للناس اللي بتاخد الاسكان المتوسط ولا هي مفتوحه للكل؟ يعني مطروحة للجميع، وأهم شرط زي ما دايما بنقول إنه ما يكونش مقدم في وحدات الإسكان الاجتماعي لا هو ولا حد من أفراد أسرته. يعني لا يقدم شقة ده منطقي جدا، سكن مصر أو دار مصر أو جنة، ما يكونش من المتقدمين لإعلان الإسكان الاجتماعي. بشكرك. طيب آخر سؤال أسأل حضرتك عن يعني الجيل الرابع أو مدن الجيل الرابع، هو في حاجة اسمها كده مدن الجيل الرابع دي؟ بالضبط يا فندم، مدن الجيل الرابع دي طبعا في هيئة تابعة وزارة الإسكان اسمها هيئة المساهمات العمرانية الجديدة، هي المسؤولة عن خلق المجتمعات العمرانية الجديدة في أكثر من على مستوى الجمهورية. فكان تم إنشاء مدن الجيل الأول والثاني والثالث بمعايير معينة على مدار السنين اللي فاتت، هم حوالي 30 مدينة تقريبا، وبدأنا يمكن في 2016 على تطوير جيل جديد من المدن يحتوي على خدمات إلكترونية وخدمات ذكية وإدارة مرافق إلكترونية وتوفير جودة الحياة في المدن. معايير جديده عالميه يعني اخر ما توصل له العلم في تطوير وتخطيط المدن. فبالتالي دي كانت مدن مختلفه عن الجيل الاول والثاني والثالث، تم تسميتها فعلا مدن الجيل الرابع. اهميتها طبعا ان احنا يعني تتساقى مع خطه الدوله لمصر 2030، وزاره الاسكان وممثله في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بتنشئ مدن جديده. وبتتكلم النهارده في 2016 لحد النهارده 14 مدينه جاري انشائهم، وبالفعل تم طرح وحدات فيهم وتم طرح مشروعات يعني اقتصاديه فيهم في مدن في الصعيد وفي وجه بحري، وطبعا عاصمه اداريه جديده زي ما حضراتكم بتشوفوا، العلمين الجديده والمنصوره الجديده، والاضافه لمدن الصعيد المنيا وفشن وملاوي وغرب اسيوط وغرب قنا. فبالتالي هو الهدف تنفيذ خطه الدوله لتوسيع الرقعه السكانيه في مصر والوصول بها لحد ان احنا طبعا نقدر نعيش على مساحه اوسع من اللي كنا عايشين فيها سنين طويله، بنتكلم في حوالي 7% النهارده. خطه الدوله ان المساحه دي تصل الى 14% من مساحه مصر. فطبعا ده كان يستلزم خلق مدن جديده، وعلشان نبني مدن جديده وعلشان ذاتك تفضلت في العنوان الرئيسي ان مصر لازم تختلف لازم تتقدم للامام، فكان طبيعي ان يتم تنفيذ اخر ما توصل ليه العلم في المدن الجديده. فده اللي حصل في مدن الجيل الرابع. بشكرك، انا بشكرك باشمهندس عمرو، شكرا جزيلا. مهندس عمرو خطاب متحدث رسمي باسم وزاره الاسكان. الفكره بتاعه انه يبقى المجتمع سابق الدوله ولا الدوله سابقه المجتمع، هو الحقيقه انه النموذج الافضل والاسلم طول الوقت ان الدوله يبقى عندها رؤيه وتقود المجتمع فيها. فلما نسمع عن مدن الجيل الرابع ولما نسمع عن سكن لائق بالمصريين ونشوف المعايير المحطوطه، يبقى العادي في البلد انه يبقى في تطور ونبقى في تقدم ونبقى في حاجات ادميه، ويبقى الناس ما تقبلش نفسها اقل من كده، وده حق وواجب من الدولة على مواطنيها وحق الناس على بلدها اللي بنشوفه بيتحقق بمنتهى السلاسة والبساطة لا يعكروا إلا زي ما بقول لحضراتكم، وزي ما سألنا الباشمهندس عمرو، المستغلين لكل فرصة ولكل أزمة على مدار الوقت. من الأخبار اللطيفة في وزارة الإسكان، تعالوا نروح مع حضراتكم لأمل جديد يعني وفرص جديد للتعامل مع فيروس كورونا. طول الوقت احنا عارفين أنه بالتأكيد في حل قريب لهذا الوباء. خطورة أزمة فيروس كورونا ما زالت مستمرة، لأنه لحد النهاردة ما فيش لقاح مؤكد للقضاء عليه. متداول معلومات كتير غلط عن الفيروس، معلومات كتير كانت بتقول لنا حاجات ورجعت اتنفت تاني، حتى الأعراض كتير منها في تخبط. أغلب المعلومات الغلط دي بيتم نفيها بعد وقت طويل جدا وبعد تجارب على ناس كتير جدا. خلونا ناخد أسئلتنا دي ونروح لضيفنا الكريم اللي بينضم إلينا عبر سكايب، دكتور أرساني إبراهيم باسيلي، طبيب الأطفال بقسم الطوارئ في مستشفى الأطفال في سياتل في واشنطن، وزميل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال. صباح الخير على حضرتك أولا، أو مساء الخير.
صباح الخير لحضرتك ولكل المشاهدين وعلى مصر جميعا. هو مساء الخير فعلا عندنا هنا عندكم. انا عارفه احنا مسهرينك معانا كده. لا ولا يهم حضرتك. اتفضل. لما بيبقى الكلام عن الاطفال بيبقى الكلام بكتير من الاهتمام. انا عايزه اسالك عن كتير من المعلومات اللي كانت مغلوطه في فكره انتشار الفيروس للاطفال. الاول قالوا لنا هو لا يصيب الاطفال، وبعدين رجعنا شفنا اصابات كتيره. الحقيقه فين؟ هو الحقيقة نسبة الإصابة في الأطفال أقل بكتير من الكبار أو البالغين، بس هما لسه الأطفال لسه عرضة للإصابة، بس مش بنفس النسبة الكبيرة اللي بنشوفها في البالغين. إحنا لسه بنشوف أطفال بيجي لهم أزمات تنفسية، وفي أطفال بتحتاج تروح لعناية مركزة، بس مش بنفس نسبة البالغين. الحقيقة ان احنا دلوقتي ابتدينا نشوف حاجة مختلفة في الاطفال غير اللي احنا كنا بنشوفها او اكشلي ما بنشوفهاش خالص في البالغين، ان هو في متلازمة بقالنا بتاع شهر حوالي من اواخر ابريل بنشوفها، حاجة اسمها متلازمة التهاب الاجهزة، وهي مرض احنا لسه مش فاهمينه بنحاول نفهمه، قريب جدا من متلازمة احنا عارفينها بقالها 50 أو 60 سنة اسمها متلازمة كاوساكي. ودي بتصيب، هي عبارة عن ان الجسم بيحارب نفسه، الجسم بيكون اجهزة مضادة، والاجهزة المضادة دي بطريقة ما بتأثر على كذا جهاز في جسم الأطفال. يعني بدل ما الأجسام المضادة بتحارب الفيروس، هي بتهاجم الأجهزة بتاعة الجسم نفسه. حاجة شبه كده. احنا ابتدينا نفهم أكتر بالنسبة لفيروس كورونا. احنا قبل كده ما كناش لسه فاهمين متلازمة كاواساكي دي بتشتغل ازاي يعني، بس بالنسبة لفيروس كورونا احنا كل الأطفال اللي بنشوفهم بالمتلازمة التهاب الأعضاء اللي عندهم بيبقى 80-90% منهم عندهم أجسام مضادة أكنهم اتصابوا قبل كده. يعني كان عندهم الفيروس قبل كده وكونوا أجسام مضادة، وبعدين بعدها بحوالي 2-6 أسابيع يظهر عليهم أعراض المرض ده. المرض اللي هي مش أعراض فيروس كورونا لكن أعراض تبدو أنها يعني تابعة للفيروس، حضرتك عايز تقول لنا كده؟ بالظبط، متلازمة يعني الفيروس اللي احنا بنشوفه الناس مش عارفة تتنفس إلى ما آخره، إنما الأطفال بيطلع عندهم أعراض كتير، عندهم حرارة مرتفعة لمدة طويلة أكتر من 4 أيام في المتوسط، بيبقى عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي سواء وجع في البطن أو إسهال أو قيء، بيبقى عندهم طفح جلدي إلى ما آخره، حاجات مش بنشوفها كتير في البالغين. دكتور يعني مش عارفه الكلام ده يقلق ولا يطمن، بس هو هل ممكن انه يتم اكتشاف الاعراض دي مبكرا، خصوصا حضرتك بتقول احنا بنكتشف انه في اجسام مضاده يعني كانهم اصيبوا قبل كده؟ يعني ازاي نكتشف اعراض الاصابه بالكورونا في الاطفال بدري قد ما نقدر؟ للاسف أعراض الكورونا في الأطفال لما يصمهم الفيروس بيبقى أعراض بسيطة جدا تكاد تكون مش موجودة، وإحنا كنا متفائلين خير بالموضوع ده إن الأطفال مش عرضة، هما بس بيبقوا حاملين للفيروس، بس اكتشفنا إن بعدها بحوالي من 2-6 أسابيع يبتدي يظهر الأعراض دي. الطفل مثلا يجيله ارتفاع في درجة الحرارة توصل ل3-4 أيام ورا بعضيهم، يبتدي مع ارتفاع درجة الحرارة دي يجي احتقان في الصور، وجع البطن. احنا لما شفنا تقارير جاية من انجلترا وفرنسا واسبانيا وايطاليا ودلوقتي من نيويورك، معظم الاطفال 90-100% منهم بيبقى عندهم وجع البطن جامد جدا لدرجة ان احنا نفتكر انهم عندهم زايدة مع الحرارة. فدي بتبقى اول حاجتين بيظهروا، الحراره، ارتفاع الحراره والام البطن، وجع البطن المفاجئ. بالظبط. حضرتك بتوصي بايه انه يتم التعامل ازاي؟ يعني العزل المنزلي دي بنقولها للكبار، هل في الحاله دي مع الاطفال حضرتك بتوصي برضو بالعزل المنزلي؟
لا، في حالة الأطفال لما يجيلهم الأعراض دي هما ما عندهمش الفيروس. يعني لما عملوا مسحات من الأبحاث اللي ظهرت، لما عملوا مسحات بي سي آر للأطفال دول، نسبة قليلة قوي منهم طلع عندهم أكتيف كوفيد 19، بس واضح إن عندهم عرضة قبل كده، اتعرضوا قبل كده ليه، لأن هم عندهم أجسام مناعية. فلو حصل الأعراض دي لازم يروحوا المستشفى ولازم يتعرضوا على طبيب. دي من أول الأعراض اللي لازم نبتدي نقلق منها شوية، لأن ممكن الموضوع ده لو اتساب، الخوف إن ultimately بيحصل هبوط في الدورة الدموية، وبيحصل في الشرايين التاجية حوالين القلب ممكن يحصل تمدد، وده اللي كان سبب حالات الوفاة في أوروبا. يعني الخلط ما بين الأعراض دي وكاواساكي زي ما حضرتك بتقول. الكاواساكي مور للأطفال، أكتر للأطفال. البالغين كانوا قصة تانية خالص، بس الأطفال دي اللي ابتدينا نقلق منها، لأن كل الأطفال اللي دخلوا في الدراسات بتاعت المرض اللي شبه الكاواساكي ده كلهم كانوا في العناية المركزة، وللأسف هو واحد بس، هو الطفل واحد بس هو اللي توفى. أخيرا يا دكتور، يعني فرصة أن أنا أسأل حضرتك، وكونك بتتعامل مع الأطفال، إيه أكتر الحاجات اللي أنت شايف أنها معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا في وإصابة الأطفال بيه؟ حضرتك قلت رقم واحد أنه الأعراض مختلفة، إيه كمان إحنا بنتعامل بغلط مع الأطفال؟ هل ممكن الطفل يلبس كمامة وهو أقل من 8 سنين، في حين أن في بعض الناس بتقول لا ده خطر ومش هيقدر يتنفس بيها؟ الحقيقة هو السن الوحيد اللي الـ CDC والـ WHO ما بينصحوش قوي بلبس الكمامة فيهم هم أقل من سنتين. يعني أقل من سنتين فعليا الموضوع صعب إن احنا نحط كمامة على طفل أقل من سنتين. إنما فكرة الاختناء من الكمامة، الكمامة مش قافلة على الوش كله، يعني في فتحات من الجنب ومن تحت ومن فوق، ففكرة إن احنا الطفل يتنفس يستنشق تاني ثاني اكسيد الكربون، دي الموضوع صعب شويه. وبعدين احنا بننصح بالكمامه لما تبقى بره، انما في اوقات زي دي احنا المفروض لو ما فيش ضروره ان احنا ننزل الشارع، ان احنا نقعد في الشارع، نقعد في البيت. من الافكار الغلط تاني اللي انا بشوفها دلوقتي، اللي هو موضوع الهيدروكسيكلوروكوين والازيثروميسين للاطفال اللي عندهم اعراض بسيطه جدا تكاد تكون مش موجودة. يعني هو لسه في دراسات على الهيدروكسيكلوروكوين والأزيثروميسين أو الأزيثروماكس في مصر، إنما في الأطفال لما يجي لهم حاجة زي دي زي متلازمة كاواساكي إحنا بنعالجها بأجسام مضادة وبستيرويدز وبأسبرين، ولازم تكون تحت نظر طبيب، ما ينفعش الحاجات دي تتعمل في البيت لأن ممكن يبقى في مضاعفات تانية لازم تتلحق. فدي من أكتر الحاجات اللي أنا بسمع عنها وبشوفها فيها ممكن تعرض حياة الطفل لخطر. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أرساني إبراهيم باسيلي، طبيب الأطفال بقسم الطوارئ في مستشفى الأطفال بسياتل في واشنطن، وزميل الكلية الأمريكية لطب الأطفال. بشكرك، سهرناك ومعلومة مهمة جدا، وأي حاجة تخص الأطفال لازم نتعامل معها بكتير من الحذر، حتى وإن كان الكلام اللي قاله دكتور أرساني برضو مطمئن فيما يخص أن إصابتهم بفيروس كورونا قد لا نشعر بها، لكن بعد الفيروس وأي أعراض غريبة تظهر على الأطفال تحديدا لازم نتوجه بهم إلى للمستشفى لتلقي رعاية طبية. نفكر نفسنا برضو أنه رغم أنه فيروس كورونا هو العنوان الكبير، إلا أنه في مرضى مصابين بأمراض تانية خطيرة ومحتاجة علاج وتدخل ومحتاجة صمود المنظومة الصحية وتمسكها عشان نقدر نخدم كل المرضى دول ومرضى كورونا في نفس الوقت. نروح لفاصل ونرجع لحضرتكم مرة تانية. احمي
نفسك واحمي بلدك. مفيش اغلى من حياتنا. الدستور بيقول الحياه هي اهم حق من حقوق الانسان. كلنا بنواجه خطر تهديد حقيقي لحياتنا ومستقبلنا. في الوقت ده كلنا لازم نكون ايد واحده نواجه الخطر ونهزمه بسلاح واحد الالتزام. فيروس كورونا مش انفلونزا عاديه، ده فيروس قاتل بس سهل ننتصر عليه. اوعى تستهون، العدوى قريبه منك. اجراءات بسيطه لو عملناها هتحمي نفسك وهتحمي بلدك. النظافه اهم حاجه. نغسل ايدينا 20 ثانيه ونخلي معانا دايما الكحول. ما تنزلش من البيت الا للضروره. كمامه والجوانتي مش رفاهيه، ده بنحمي بيها نفسنا وبنحمي اللي حوالينا. ناخد بالنا من الاخبار الغلط والاشاعات، ناخد المعلومه من مصدرها. نشتري اللي محتاجينه بس. السلع مش هتنقص لو بطلنا نخزنها. كلنا عندنا شغل بس حياتنا اهم. اشتغل من البيت. لو حسيت باي اعراض روح لاقرب مستشفى وهتلاقي هناك اللي يساعدك. ساعد غيرك علشان نعدي الازمه بالنظافه والالتزام بالتعليمات. كلنا هنكون فيها. خليك في البيت، ابعد عن الزحمه، اغسل ايدك باستمرار، البس كمامه، ما تسلمش ودنك للاشعاعات، احمي نفسك وهتحمي بلدك. كل مجهودات الناس اللي بتتعمل دلوقتي هي مجهودات محمودة جدا، كل مجهودات الفردية والجماعية هي مجهودات مهمة ومطلوبة. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت كمان عن إطلاق حملة بالتعاون مع وزارة الصحة بالتزامن مع الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية، والحملة الهدف منها دعم المراكز الطبية والمواطنين في العزل المنزلي. حملة عنوانها الوعي أمان. التنسيقية بتعمل غرفة عمليات مركزية لمتابعة 19 غرفة عمليات فرعية في المحافظات كمرحلة أولى، وبتضم عدد كبير جدا من المتطوعين والمتطوعات من شباب الأحزاب والسياسيين. الهدف من الحملة إطلاق أكبر شبكة من المتطوعين لتوزيع وتوصيل بروتوكول العلاج المنزلي اللي بتصرفها الوزارة للمخالطين وللمعزولين منزليا، عبر تنفيذ حملات التوعية اللي بتأكد على ضرورة كمان الالتزام بارتداء الكمامة كوقاية من أزمة كورونا. ببساطة كده نقدر نقول إنه مجهود ليه تأثير مباشر على الناس. طول الوقت كان يقال كده عن الأحزاب وشباب السياسيين والمشتغلين بالسياسة إنه أنتوا بتشتغلوا في مكان بعيد عن الشغل على الأرض. حتى العمل السياسي تطور، واللي بنشوفه دلوقتي في تنسيقية شباب الأحزاب وفي فعاليات كتيرة بيقول لنا لا، العمل السياسي قريب جدا من الناس. معنا على تليفون أستاذ محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صباح الخير على حضرتك. صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. عايز أعرف السؤال الأهم اللي شغلني وأنا بقرأ الخبر فيما يخص المبادرة الجميلة اللي عملتوها، هو إزاي حصل التنسيق؟ يعني غرف العمليات بالتأكيد أنتوا عندكم أماكن أو اتصال بالمحافظات، لكن التنسيق مع وزارة الصحة، الحصول على جرعات العلاج بيحصل إزاي ما بينكم وبين الوزارة، وتوصيلها كمان للمرضى اللي في العزل المنزلي؟ هي حضرتك حملة الوعي أمان من العلاقات التنسيقية دي كانت بالتعاون مع وزارة الصحة. يعني احنا متواصلين مع وزارة الصحة مركزيا ومتفقين معهم على الأنشطة اللي هتتم، وبعد ما حصل الاتفاق تم التواصل من خلال الغرف الفرعية لنا ل 19 محافظة مع مديريات الصحة. فاحنا متواصلين مركزيا مع وزاره الصحه ومع المديريات في 19 محافظه، وبالفعل حصل تواصل ما بين ال 19 غرفه الموجودين بتوعنا مع مديريات الصحه، وخدنا منهم بيان بالمستلزمات الطبيه اللي محتاجاها المراكز الطبيه واهالينا اللي اصيبوا بالفيروس ومعزولين منزليا او سواء المخالطين ليهم. فخدنا بيان من المحافظات وجاري تجهيزه، وان شاء الله يعني هيتم تسليم الدفعه الاولى خلال الاسبوع ده للمديريات عشان هي تقوم بتوزيعهم جغرافيا، اللي هي الوحيده اللي عارفه النواقص فين، سواء في المستشفيات او في الوحدات الصحيه اللي بتصرف المهمات الوقايه والادويه للمصابين. اشكرك. يعني الدور تنسيقي مش تنفيذي، لانه ده كان سؤالي التاني لحضرتك وحضرتك كده جاوبتني، لانه سؤالي انه ازاي بتعرفوا الاحتياجات والاماكن الاكثر احتياجا، فحضرتك بتقول انه الموضوع تنسيقي بالدرجه الاولى.
يعني احنا عرفنا الاحتياجات واحنا اللي هنوفرها. يعني احنا الجزء الاول هي الحمله ليها ثلاث محاور. المحور الاولاني ان احنا بنشوف ايه الاحتياجات والنواقص، لان وزاره الصحه عليها ضغط شديد في الفتره الاخيره، خاصه مع اخر اسبوعين تزايد اعداد المصابين اللي بدات تكسر ال 1500، امبارح وصلنا ل 1700 في اليوم، ده غير المقلطين والمعزولين منزليا. فمقدرات الوزاره طبعا استنزفت في الايام اللي فاتت، فبتوفروا محتاجه دعم. فاحنا يعني من دور المجتمع اللي بتقوم بيه التنسيه اللي حضرتك ذكرتيه في الاول، لان دي مش اول مبادره من مبادراتنا المجتمعيه، احنا اتفقنا مع الوزاره ان احنا كل المحافظات هنشوف الاحتياجات دي واحنا اللي هنقوم بتوفيرها وتسليمها للمديريه. دي مرحله اولانيه. المرحله الثانيه اللي حضرتك ذكرتيها ان احنا بالفعل من خلال الغرف دي بدانا نشكل مجموعات متطوعين من شباب الاحزاب والسياسيين في المحافظات. والشباب دول هيبقى دورهم ان هم يكونوا حلقه الوصل ما بين الوحدات الصحيه اللي هي بتقوم بتسليم الادويه والمستلزمات وتوصيلها للمصابين في المنازل. فاحنا المتطوعين بتوعنا هم اللي هيستلموا الادويه ومهمات الوقايه، لان كل مواطن بيستلم تقريبا 5 كمامات اعتقد يوميا، ونوصلها للناس اللي معزوله، ونوصلها له طبعا علشان ما يحصلش تكدس على المستشفيات والوحدات الصحيه في الاستلام، ونخفف على المواطنين كفايه ان هم اصلا مصابين بالمرض، فاحنا بنحاول نخفف عنهم. الجزء الثالث من الحمله وهو الوعي. اللي احنا دايما بنقول ان احنا لازم نكون بنشوف، يعني بنقف قدام السبب مش نحارب النتيجة. السبب ان احنا في ضعف في الوعي في بعض المحافظات، وضعف في بعض المناطق الشعبية واللي فيها اكثر كثافة. احنا بنوجه مجموعات من الشباب عندنا المصدر اجراءات الوقاية واجراءات الوعي واجراءات العزل المنزلي من خلال منصاتنا المختلفة للتنسيقية. الشباب دول هيقوموا ببعض الفعاليات التوعوية في المناطق الاكثر كثافة واللي فيها مناطق شعبية، وهنبدا نفهم الناس اهمية ارتداء الكمامة، اهمية التباعد الاجتماعي، اهمية النظافة، لان الحكومة خدت اجراءات في قصة الوسائل المواصلات لازم تبقى منتدي الكمامة، المقار الحكومية لازم بتخشها وانت لابس الكمامة، لكن يظل في بعض المناطق الشعبية محتاجة توعية بعض في الوعي. فاحنا لو قدرنا نرفع نسبة الوعي عند المواطنين هنقدر نكسر حلقة انتشار المرض ونخفف الضغط على الأطقم الطبية وعلى الاقتصاد الكلي للبلد. بشكرك، ده حقيقي يعني مجهود يحترم ومجهود بيقرب السياسة للناس بشكل لائق جدا، يليق بسياسيين شباب عايزين يقربوا من الناس، وفي نفس الوقت الدور الأهم مش بس الاقتراب من الناس لكن خدمة المجتمع في ظرف زي ده. أستاذ محمد إسماعيل بشكرك شكرا جزيلا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. كمان التنسيقية زي ما أستاذ محمد كان بيقول أطلقت حملة بالتعاون مع وزارة الصحة، والحملة زي ما سمعنا حالا هي اسمها الوعي أمان. للتعليق عن الوعي أمان هناخد كمان أحد أعضاء التنسيقية اللي ممكن يقول لنا تفاصيل أكتر، دكتور خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا سيدي حضرتك. كان في تقرير تقدمت به امبارح لدكتور علي عبد العال فيما يخص رئيس قوانين الانتخابات، الحوار المجتمعي ونتيجة الحوار المجتمعي في قانون الانتخابات. ده بعد ما احنا بنتكلم عن دوركم على الأرض، ده دور الحقيقي كمان لشباب السياسيين، نقل نبض الشارع للبرلمان الذي يمثل الناس. قولنا بس ملخص هذا التقرير. هو في الحقيقة تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين باعتبارها منصة سياسية حوارية تفاعلية بين شباب الأحزاب والسياسيين والمجتمع الخارجي في مصر، أخذت يعني على عاتقها أنه لازم يكون في شكل محترم لتقريب وجهات النظر في قوانين الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمجالس المحلية. والحقيقة أن احنا في التنسيقية بقالنا 4 شهور بنعمل على قدم وساق في هذا الأمر. اقترحنا آلية معينة لخوض الحوار المجتمعي لإبراز أهم النتائج بتاعته، وكانت الآلية دي من 3 مراحل. المرحلة الأولى بتهتم بزيارة حوالي 27 حزب
في مقرهم للاستماع لرؤسائهم وممثليهم حول وجهات نظرهم في القوانين المزمع عقد الانتخابات الخاصة بها خلال عام 2020. المرحلة الثانية كانت يعني استضافة بعض المفكرين والمحللين السياسيين والكتاب وأصحاب الرؤى والفكر السياسي ورؤساء تحرير الصحف وما إلى ذلك، برضو في وجهة نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية وصياغة القوانين الخاصة بالانتخابات في الثلاث أنواع اللي احنا قلنا عليها. المرحلة الثالثة كانت في الاستماع لشباب التنسيقية نفسهم في مقر التنسيقية من الممثلين للأحزاب والشباب السياسي، واحنا عندنا أكثر من 14 شاب سياسي ولدينا في التنسيقية أكثر من 27 حزب ممثل لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الفرز والتحليل والتفنيد لجميع ما تم الحصول عليه بمنتهى الشفافية والمصداقية دون إقصاء لأي رأي أو فصيل معين، حتى لو كان الرأي ده بيختلف مع رأي الأغلبية أو بيختلف حتى مع النطاق العام أو الإطار العام للحوار المجتمعي. أنا يا دكتور يعني أنا متأكدة أنه كان في جهود وبأنه الحوار مع 27 حزب ما كانتش مهمة سهلة، لكن أعتقد أن أنتم معتادين على ده. الأمر اللي بيشغلنا ويهمنا نعرف منك كده عناوين أو رؤوس عناوين، إيه أهم ما نقل إلى دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب فيما يخص نتائج الحوار؟ إيه العناوين الرئيسية لنتائج الحوار، وتقدر تقول لنا تعليقات الناس والفئات الثلاثة اللي حضرتك ذكرتها على قوانين الانتخابات؟ هو الحقيقة أنه تعددت وجهات النظر واختلفت في عرض وطرح وجهات نظرهم. طبعا كل حزب من الأحزاب أو كل مفكر ويعني أديب أو كاتب سياسي بيرى من وجهة نظره أن الأفضل طرح وجهة نظر معينة في بعض الشخصيات والأحزاب اقترحت أنه تكون الانتخابات كشيوخ وكنواب معا في نفس التوقيت، وفي بعض الأحزاب وبعض المفكرين اقترحوا أن يتم الفصل ما بين الاستحقاقين علشان ندي فرصة للجمهور أو للناخبين، كما تطرق البعض إلى الطريقة أو الآلية التي تتم بها الانتخابات، فاقترح البعض أن تكون الانتخابات بجميعها بنظام الفردي، واقترح البعض الآخر أن تكون بنظام القائمة، واقترح البعض أن تكون بنظام المختلط. يعني حضرتك يا دكتور بتقول لنا أن التنسيقية لم تقدم توصيات، لكن هي بس نقلت آراء متباينة. التنسيقية قامت بتحليل هذه الآراء وتوصيفها وتفنيدها تفنيدا إحصائيا، بحيث أنه متخذ القرار أو صاحب الشأن ينظر إلى مثلا هيقول من 27 حزب تم التوافق مثلا ما بين 10 أحزاب على أن تكون الانتخابات مثلا بنظام القائمة والفردي بنسبة مثلا كذا، وتم الاتفاق من عدد من الأحزاب أن تكون مثلا الانتخابات بفاصل ما بين الاستحقاقين مثلا بفاصل شهرين على الأقل. يعني هي كانت وجهات نظر مختلفة. التنسيقية حاولت أن تكون وسيطا لنقل وجهات النظر جميعها مؤيدة ومعارضة ومختلفة مع بعضها لأصحاب الشأن وهم نواب الشعب الذين يقررون أو يوافقون على هذه القوانين والاستحقاقات في الأيام القليلة المقبلة. بشكرك. وده الحقيقة دور بيدعم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، ودي أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها التنسيقية في الأساس. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل الجهود لنقل الواقع وتقديم فن الممكن، وهو ده يعني قلب عمل السياسيين الشباب والكبار في مصر، هو الدور اللي كنا بننقله لحضراتكم دلوقتي. هاخد حضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم الأنباء مع إيمان. شكرا لك يا دينا. مشاهدينا 9 في القاهرة 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم، ونرجو من جميع المواطنين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا. تحمي أهلك وتحمي بلدك.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان الاتصال تناول تباحث بشان التطورات الراهنة للقضية الليبية، وذلك في اطار محددات مبادرة اعلان القاهرة. كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشان ملف سد النهضة. وقد أشاد رامافوزا بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي، مرحبا بمبادرة إعلان القاهرة والتي تتسق مع جهود الاتحاد الإفريقي لتسوية الأزمة الليبية. اتفق وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا على عقد اجتماع غدا الاثنين يتم خلاله تقييم مسار مفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي. يأتي ذلك بعد أن عقد أمس وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا بشأن سد النهضة. وحسب بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، فقد أكدت مصر ضرورة أن يتضمن أي اتفاق البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على ذلك الاتفاق، وكذلك وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي نشبت أو قد تنشب بين الدول الثلاث، وإجراءات لمواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي. وأوضح البيان أن هذه البنود والعديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالة. كما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 12919 حالة. وأعلنت الوزارة تسجيل 1677 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و62 حالة وفاة. أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك في أكبر حصيلة للإصابات منذ 13 من إبريل. وذكرت اللجنة أن 38 حالة من الإصابات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد، وأن 36 منها رصدت في بكين. وأضافت اللجنة أن 19 حالة من الإصابات الجديدة المؤكدة لوافدين من الخارج، وقد تم رصد 9 حالات بدون أعراض، ليصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى 83132 حالة، بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 892 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الوفيات 42720 حالة. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 21704 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد حاجز 850000 إصابة. أعلن الجيش الوطني الليبي إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية للجيش وتكليف ضباط أكفاء وقادرين على التفاعل مع ساحة المعركة ومتغيراتها. أشار الجيش إلى أن عملياته تهدف إلى مكافحة الإرهاب والمرتزقة الأجانب، مؤكدا أن تركيا تدخلت لدعم من وصفهم بأعداء الوطن. وأضاف الجيش الليبي أنه غادر المدن من أجل حماية المدنيين، وأنه سيقاتل العدو في أراضي مفتوحة. تقدمت قائدة شرطة مدينة أتلانتا الأمريكية أريكا تشيلز باستقالتها بعد مقتل شاب من أصل إفريقي بنيران الشرطة. وقد أعلنت رئيسة بلدية مدينة أتلانتا كيتشا لانس أنه تم قبول استقالة قائدة الشرطة، وأكدت أنها لا تعتقد أن استخدام القوة المميتة كان مبررا في الواقعة، مضيفة أن الضابط الذي قتل الشاب أقيل من عمله. هذا ولم تكشف السلطات بعد عن اسمي الضابطين المتورطين في الحادث. جاء الحادث بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية عقب مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد. لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 172 آخرون في انفجار شاحنة صهريغ نفط في إقليم تشيجيانغ جنوب شرقي الصين. وأوضحت مصادر صينية أن الشاحنة انفجرت
عند مخرج طريق سريع، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر عن انهيار المباني المجاورة وورش عمل لمصانع في المنطقة القريبة من الحادث. يستضيف ريال مدريد اليوم فريق إيبار ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني، ويسعى الملكي للفوز باللقاء لتقليص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى نقطتين، حيث يحتل الفريق مركز الوصافة ب 56 نقطة. ويغيب عن ريال مدريد في مباراة الليلة المهاجمان لوكا يوفيتش وماريانو دياز إلى جانب المدافع ناتشو فرنانديز، وذلك بسبب الإصابة. كما انضم الجناح لوكاس فاسكيز لقائمة الغائبين لمعاناته من الإجهاد بسبب الحمل الزائد في التدريبات. نهاية موجز التاسعة، نستكمل مع حضراتكم فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرة تانية بنتابع معاكم حاجات إيجابية ولطيفة، ويمكن الناس متعرفش عنها معلومات كفاية، ولو عرفنا نتشجع أنه نوجه ولادنا وطاقات ولادنا اللي أحيانا بيبقوا نفسهم يلاقوا لنفسهم فرصة جديدة في التعلم بطريقة جديدة زي ما العالم كله بيعمل. مش من الطبيعي أبدا أن كل الناس تتسابق على نفس التخصصات وحتى على نفس الكليات. صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء أعلن عن فتح باب قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة. القبول هيبدأ من النهاردة وهيستمر حتى يوم 28 يونيو للعام الدراسي الجديد في مجمعات الأميرية والفيوم وأسيوط وأبو غالب. ببساطة جدا احنا عايزين نشارك حضراتكم بإيه هي شروط التقديم للمجمعات التكنولوجية، إيه هي أصلا المجمعات التكنولوجية. كل الأسئلة دي دكتور عماد الزهري مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم اللي هجاوبنا عليها. المجمع تابع لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. في ناس ما تعرفش ايه المجمعات التكنولوجية، ايه الموضوع يا دكتور، وايه الهدف من انه طلبة او الحاصلين على الشهادة الاعدادية ينضموا لمجمعات تكنولوجية بدل من ان هم يروحوا التعليم الثانوي الطبيعي او الصناعي والدبلومات الطبيعي؟ هقول لحضرتك فكرة انشاء المجمعات التكنولوجية بدأت من اهمية تخريج طالب حاصل على مؤهلات تكنولوجية في التخصص بمواصفات دولية. بمعنى يعني هدي مثال بسيط لحضرتك، لو بالنسبة لمواطن عنده رخصة سياق كسائق، رخصة محلية، لو هو سافر لأي دولة من دول العالم، فعلشان يتم السماح ليه بأنه هو يسوق عربية لازم يبقى معاه رخصة دولية علشان يقدر يسوق العربية. فإحنا الفكرة إن المجمعات دي بتدي شهادة دولية للتخصص الفني، سواء مثلا تكنولوجي كهرباء، تكنولوجي تصنيع ميكانيكي، بيبقى بياخد شهادة طبقا لمعايير المؤهلات الأوروبية، بحيث إن الطالب سواء داخل السوق المحلي يقدر يلاقي فرص عمل متميز، أو لو سافر لأي دولة يقدر يكون معترف بالشهادة اللي هو معاه. دي زي رخصة مزاولة مهنة، وده مفهوم جديد أوجدته المجمعات التكنولوجية، إن مش بس الطالب بياخد شهادة تعليمية، لا ده هو بياخد شهادة في التخصص المهني تقول إن هو قادر ويملك من الجدارات المهنية اللي تمكنه من أداء المهام الوظيفة المطلوبة منه. يعني ده بالضبط التحول اللي حصل في ثقافة الناس من فكرة بلد شهادات لفكرة بلد تخصصات. هو العالم كله بقى عالم تخصصات، ما حدش بيقول لحد شهادتك ايه، لكن بيقول له انت بتعرف تعمل ايه. مظبوط حضرتك. طيب وكمان مستويات الجدارة المهنية بتبقى مختلفة. بالظبط. انا سؤالي لحضرتك، هل في شروط تانية؟ يعني اي حد خريج المرحلة الاعدادية ممكن يلتحق بالمجمعات التكنولوجية، ولا بتعملوا لهم نوع من الامتحانات، امتحانات اللغة زي ما في بعض المجمعات كان بيحصل؟ لا حضرتك، بالنسبة للمجمعات التكنولوجية بيبقى في نظام للالتحاق بيها. بيبدأ الأول المرحلة الأولى، إحنا بناخد الطلبة بدون حد أدنى من الإعدادية في البداية.
وبنعمل لهم المرحلة الأولى من التصفية ليهم بتبقى اختبار قدرات في مقررات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات. بعد ما بيعدي اختبار القدرات دي المجموعة اللي هتعدي منهم بيدخل على المرحلة الثانية اللي بتتمثل في دورة لغة تمهيدية بيتم اختيار الطلبة اللي هي هتلتحق بالمجمع، لأن بيبقى فيه أعداد محددة طبقا لجودة العملية التعليمية المطلوبة والمعايير الدولية اللي لازم تكون متوافرة في البيئة التعليمية اللي المتوافرة للطلبة. احنا عرفنا ان في خبراء ايطاليين بيشرفوا على المشروع او بيدرسوا في المشروع، ازاي حصل التعاون وايه دورهم تحديدا في تقديم الخدمة بمعايير دولية زي ما حضرتك قلت؟ مظبوط حضرتك، الخبراء الدوليين هي كانت شراكة مع الحكومة الإيطالية والحكومة المصرية، تم إنشاء مشروع مجمع تعليم التكنولوجيا المتكامل بالفيوم بدءا من العام الدراسي 2012-2013، وكان في فريق عمل معانا من الخبراء الإيطاليين بيتمثل في إعداد المقررات المناهج الدراسية البرامج التدريبية برضو التدريب الميداني داخل الشركات الصناعية جوه مصر أو في المصانع والشركات الإيطالية، فنقل الثقافة دي ونقل نظام التعليم المناهج الدراسية وفي نفس الوقت مفهوم رخصة مزاولة المهنة. أنا علشان أقول أن الفن الكهرباء ده أو فن الميكانيكا ده يقدر يشتغل لازم بديله رخصة، فاللي بيحصل إحنا بنوفر البيئة التعليمية دي وبنقوم بالتدريس، لكن بنفصل الجهة اللي بتقوم بالتقييم ومنح الشهادات عن الجهة اللي بتقوم بتدرس. فإحنا معانا الشريك التعليم الإيطالي وزارة التعليم بإقليم إيميليا رومانيا في شمال إيطاليا، هو اللي بيقوم بعملية التقييم، بيجي وبيرأس لجنة منح الشهادات دي خبير الصناعة من إيطاليا. خبير في الصناعة معناها إنه هو هل ده قريب من نظام الدومبوسكو اللي كنا بنسمع عنه داخل المصانع الإيطالية؟ طيب انا بس هل ده قريب من نظام الدومبوسكو اللي كان موجود في فتره من الفترات في مصر؟ هقول لحضرتك، هو دومبوسكو يعتبر مرحله واحده داخل المجمع او مرحلتين، ان دومبوسكو بيدي دبلوم سنه وصناعي 3 سنين فقط لا غير، وبعدين ممكن يكمل سنتين تاني وياخد 5 سنين. عندنا في المجمع بيبقى فيه 3 مراحل، بناخد المرحله الاولى اللي هي الدبلوم السنوي الصناعي 3 سنوات، يليها دبلوم فوق متوسط في التكنولوجيا، يليها بدرجة بكالوريوس في التكنولوجيا. فدومبوسكو طلب الدومبوسكو ممكن بعد ما بيخلص ال5 سنين يجي ويلتحق عندي بالمجمع، زي برضو ما احنا بندي الفرصة لجميع الخريجين من الدبلومات الفنية نظام ال3 سنوات او ال5 سنوات يقدروا يلتحقوا بالمجمع في المرحلة الثانية والثالثة اللي هي بتتمثل في الكلية التكنولوجية في التخصصات المتوفرة بالمجمعات. ده هايل جدا. اتفضل. ده هايل جدا اللي حضرتك بتقوله، دي ده تحديدا اللي نقدر نسميه تطوير التعليم، تخريج دفعات من الناس المؤهلين للعمل مش بس اصحاب الشهادات. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد الزهري مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم. احنا نحب نتابع المجهودات اللي زي دي، ونحب اننا مرات تانية كمان نتواصل مع الطاقات والجهات اللي ممكن نواجه فيها أولادنا للتعليم غير الطرق التقليدية طول الوقت. كل الحاجات الكتير اللي في منها أعداد كتير من الخريجين في الغالب ما هياش المستقبل، لكن المستقبل بيبقى ليه كل ما هو جديد وكل ما هو أكثر تخصصا وبيخرج خريجين أكثر قدرة على المنافسة داخليا وعالميا. ده بالضبط اللي سمعناه من دكتور عماد. نروح معاكم دلوقتي لآخر أخبار السوشيال ميديا مع إيمان، وإليك يا إيمان مرة تانية. شكرا لك يا دينا، خلينا معاك ومع مشاهدينا نتعرف على آخر أخبار السوشيال ميديا، واللي بنبدأها من محرك البحث جوجل واللي سجل أعلى نسبة بحث على الموقع بخصوص الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي. نتمنى لها أنها تقوم بألف سلامة يا رب طبعا بعد إصابتها بفيروس كورونا. جوجل كان سجل الخبر الأكثر بحثا على موقعه عن إيجابية المسحة الثانية للفنانة رجاء الجداوي واستكمالها لرحلة العلاج بالشفاء إن شاء الله، بندعي لها بأن يتم الله شفاءه العاجل عليها بإذن الله.
من اليوتيوب خلونا نروح لتويتر، وده بعد ما السينما المصرية بقت ترند على صفحات الموقع من خلال الهاشتاج اللي جمهور تويتر أطلقه وغرد من خلاله في حب أفلام الزمن الجميل، وكمان رصد نجوم وفنانين سابوا بصمة مميزة على الشاشة. خلونا نشوف جمهور تويتر كتب وقال إيه عن السينما المصرية وحالة الحنين للأفلام القديمة. محمد قال عادل إمام أحسن محامي في السينما المصرية، اتكلم عن تحديدا فيلمين الأفوكاتو وطيور الظلام. كتب كمان الدويتو بتاع كريم عبد العزيز وماجد الكدواني من احلى الحاجات في السينما المصريه دي مرح، شافت انه دويتو كريم وماجد الكدواني من احلى الحاجات بالنسبه لها كانت في السينما. نيرفانا كتبت حوار فيلم الإرهاب والكباب من أعظم الحوارات اللي اتكتبت في تاريخ السينما المصرية، واختارت نموذج طبعا الزعيم عادل إمام مع الفنان أحمد راتب والفنان أشرف عبد الباقي. مصطفى همام كتب نفسي أجيب كل الأفلام المصرية اللي اتعملت من ساعة ظهور السينما في مصر وحتى وقتنا هذا أقعد أتفرج عليها كلها. وعيد علي كتب ابدأ بأفضل فيلم في السينما المصرية. أحمد أسامة كتب عن الزعيم عادل إمام أمهر من أنجبته السينما المصرية والمسرح القومي. وليد كتب من أقوى شخصيات الرجال وأحبها في تاريخ السينما المصرية رشدي أباظة. خلونا نروح لفيديو انتشر بشكل كبير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن منطقة بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون بعد ما تم تطويرها عشان تكون معلم سياحي مهم بعد ما كانت مع الأسف مصدر للتلوث. جمهور صفحات الفيسبوك وتويتر تداول الفيديو بشكل كبير جدا لتسليط الضوء على إنجازات المشروع، واللي بيعتبر من المشروعات القومية المهمة زي ما احنا شايفين العمل فيها كان بيتم حتى وصلت إلى الشكل اللي بنتابعه بعد التطوير. دلوقتي هنشوف مع حضراتكم فيديو لطفلة صغيرة أدت من خلاله أغنية إحنا مش بتوع حداد، الأغنية طبعا المطرب أحمد جمال واللي قدمها تحية لشهداء الوطن. الطفلة أدائها أثار إعجاب رواد الموقع بشكل كبير جدا. هنا مكرم موجود في شوارع القاهرة، كان موجود معنا في بداية الحلقة في طريقه لمدينة 6 أكتوبر، ودلوقتي هو هناك بيعرفنا على حالة المرور هناك دلوقتي. طبعا كان في سيولة مرورية كبيرة في الوقت ده، هنعرف دلوقتي الأحوال إيه من مينا. وهتكون معنا كمان جيرمين إبراهيم في بث مباشر، جيرمين موجودة في مصر الجديدة عشان تعرفنا ونتابع معاها طرح وزارة التموين لأسماك بأسعار مخفضة تصل ل 25%. خليني أبدأ معاك يا مينا، وأخبار مدينة 6 أكتوبر إيه دلوقتي؟ مرحبا بك إيمان مرة جديدة، وجولتنا المرورية المستمرة على مدار الساعة لصباح الخير يا مصر. أنا موجود دلوقتي في واحد من أهم المحاور الرئيسية في مدينة 6 أكتوبر، وهو محور جمال عبد الناصر. محور جمال عبد الناصر هو يعتبر المحور الرئيسي الموازي لمحور 26 يوليو، واللي بيربط كمان مدينة 6 أكتوبر بمدينة الشيخ زايد وطريق وصل الدهشور ومختلف المناطق كمان الأخرى. بالضبط هو بيعتبر مماثل جدا لمحور 26 يوليو. خليني أستعرض معاك يا إيمان الحالة المرورية من على أرض الواقع من خلال زميلي المصور اللي بيظهر حاليا الصورة بشكل يعني مباشر. زي ما حضراتكم ملاحظين في سيولة ملحوظة في محور جمال عبد الناصر، وخليني أقول لحضراتكم أنه المحور دوت بيعتبر كمان من الطرق الحديثة اللي تم إنشائها وتطويرها كمان مؤخرا بشكل كبير قوي، وجاري كمان في الوقت الحالي عملية تطوير ورفع كفاءة لهذا الطريق. وزي ما حضراتكم قادرين تلاحظوا أنه في سيولة كبيرة ملحوظة، يعني ما لاحظناش أي كثافة مرورية سواء من حيث الأعداد بتاعة العربيات أو لو في أي تكدسات أو زحامات مرورية. حتى كمان في مدينة 6 أكتوبر نفسها احنا تجولنا في عدد من أحيائها
كلها عند ميدان الحصري ومختلف الأحياء كان فيها سيولة كبيرة جدا ملحوظة. زي ما حضراتكم لاحظين احنا كده في امتدادنا الاتجاه اللي جاي من ميدان العبور من طريق وصل الدهشور او من مدينة الشيخ زايد او الاتجاه اللي جاي من 6 اكتوبر باتجاه ميدان العبور في سيولة كبيرة جدا ملحوظة، وجاري العمل على رفع كفاءة هذا الطريق وانشاء عدد كمان من الحدائق الموازية لطريق محور جمال عبد الناصر. يمكن دي كانت الحالة المرورية معانا يا إيمان في جولتنا المرورية في مدينة 6 اكتوبر النهاردة. عودة ليك يا إيمان مرة تانية. شكرا جزيلا ليك يا مينا. ودلوقتي هنروح لزميلتنا جرمين ابراهيم. جرمين موجوده في مصر الجديده. جرمين انت دلوقتي موجوده يعني في احد منافذ وزاره التموين، سعر الاسماك يعني مفترض ان هو موجود بسعر مناسب جدا تسهيلا على المواطنين وانخفاض 25%، كلميني عن التفاصيل. صباح الخير عليك يا إيمان، وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. يعني زي ما قلت الحقيقة إنه في خطوة من وزارة التموين إنها تخفف الأعباء على المواطن المصري، قررت إن هي تبيع الأسماك سواء الطازجة أو المجمدة بأسعار مخفضة، والتخفيضات الحقيقة بتوصل من 20% ل 25% في المنافذ المختلفة لوزارة التموين، وكمان في منافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك اللي إحنا موجودين في فرع من فروعها دلوقتي في مصر الجديدة. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معانا أستاذ سيد خليل وهو مدير الفرع. صباح الخير يا فندم، برحب بيك. عايز أعرف منك بقى تفاصيل التخفيضات، أسعار الأسماك عاملة إيه النهاردة؟ الحمد لله إحنا الأسعار بتاعتنا متنوعة للجميع. عندنا أسعار بتخص المستويات، كل المستويات أسعار معقولة، أسعار محدودة، أسعار عالية، حسب رتم كل زبون بياخد حاجته. كلمني الأسعار، قولي أمثلة الأسعار إيه النهاردة؟ الأسعار عندي النهاردة البوري 55، عندي بولت ب 27، بولت بلدي شبار ب 27، عندي بولت كبير ب 32، عندي الصبيط البلدي، عندي الكابوريا، عندي القاروس، عندي الدنيس. أسعارنا بتنافس أي حتى القطاع الخاص اللي كل القطاع الخاص اللي حوالينا. يعني جنبنا محلات قطاع خاص كتير، أسعارنا إحنا غير أسعار القطاع الخاص بره خالص. الفرق تقريبا قد ايه في السعر؟ كل عن 30-40%. لو حضرتك لو انا عندي كيلو للقاروص ب 140 او ب 130 هتلاقي عنده حضرتك ب 200 جنيه ب 210 220، ما يقلش عن كده. اسعارنا في متناول الكل. انا كنت شايفه كمان مكتوب سمك من اسوان، فانا عايز اعرف كمان مصادر الاسماك اللي عندكم بتبيعوها منين؟ مصادر الاسماك حضرتك احنا عندنا اسوان من ضمن المنتجات بتاعتنا، كل الفيل البط والفيل القشر وبياض والسمك الاسوان، كل الكلام ده بيجي من اسوان، ده منتج اساسي لينا كشركه مصادر الاسماك. عندنا كمان حضرتك كل ما هو من الغليون سواء القاروص سواء الدنيس سواء الجمبريات بتنزل برضه حضرتك. عندنا برضه حضرتك سوق العبور لما قصدي كل ده تسويق سمك، بيجيب لنا كل الاصناف اللي احنا محتاجينها يومي، لان احنا بنحتاج اسماك يوميه، اسماك يوميه بتنزل المكان، مفيش حاجة تقعد يوم اتنين حاجة كده، حاجة يومي اسماكنا باستلاماتها بأسعارها بمجهودنا. مهم كمان مع يعني الأسعار، الفرق الأسعار ده وجودة الأسماك، نعرف الناس بمنافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك. احنا الشركة المصرية لتسويق على مستوى على مستوى البلد كلها، يعني في مصر الجديدة حضرتك فرع السفير اللي احنا واقفين فيه النهاردة، في جسر السويس، في الحدايق، في رابعة، في زيتون، في أماكن كتير، في وسط البلد باب اللوق، في العباسية، في الأميرية، في حضرتك في الجيزة، في حلوان، فروع كتير حضرتك. الحمد لله احنا يعني متمتعين بقياداتنا اللي مدعمانا من الوزارة، حضرتك بتدعمنا كويس، حضرتك بتتابعنا باستمرار، الشركة القابضة بتتابعنا باستمرار، الشركة بتاعتنا بتتابعنا باستمرار، كله متابع المكان يومي يومي، ده فرع أساسي من فروع الشركة. انا شايفاه كمان ان في خدمات بتقدموها للمواطنين غير خدمه البيع، فعرفنا على الخدمات دي. كل ما يطلبه الزبون من تجهيز بطريقه اللي هو عايزها، شوية، قلي، طواجن، اي حاجه عايزها المستهلك بيتم تجهيزها، حتى لو هو بيته حضرتك عندنا خدمه التوصيل وحاجته تروح له لحد بيته مجهزه وكله زي الفل الحمد لله. لاحظت كمان الاجراءات الاحترازيه، انتوا حاطين كراسي بره وبتدخلوا ناس بكمامات. الكراسي بره والتزام، احنا التزامنا اساسا احنا كمسؤولين عن المكان اللي احنا محتفظين بالكمامات، محتفظين بالجوانتات، محتفظين بتطهير المكان، محتفظين بحاجات كتير، كل ده في اساسيات شغلنا.
شكرا لك. يعني إيمان، ده كان لقاءنا من داخل الشركة المصرية لتسوية الأسماك، قدرنا نعرف أسعار السمك، وبرجع لك مرة تانية في الاستوديو. شكرا لك يا جرمين، وشكرا لضيفك. أكيد يعني وجودها بالأسعار المناسبة دي، وكمان مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، أكيد شيء مشرف ومشجع كمان للتسهيل على المواطنين على الشراء. لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر لغاية الساعة 10، خليكم معانا، هنتابع بعد الفاصل. مرة تانية صباح الخير عليكم، ومتهيألي كده أنه أكتر الناس قدرة على أنهم ينجحوا وأنهم يستمروا في حياتهم رغم الأزمات المتكررة هي الناس اللي بتقلل شوية جرعة الدراما في الحياة وتزود جرعة المعرفة والعلم عشان تقدر تتعايش. وإحنا بنتعايش مع فيروس كورونا، إحنا محتاجين نعمل كده، محتاجين نقلل بقدر كبير الدراما اللي ملهاش لزوم واللي مش هتنفعنا في حياتنا، الخوف والرعب الأكتر من اللازم، ونزود بشكل كبير المعلومات والمعرفة وكل ما يخص حياتنا الجديدة ما بعد فيروس كورونا. احنا النهاردة متشرفين بقيمة طبية وإنسانية كبيرة جدا، لكن هنسأله في أسئلة كتيرة تخص المعرفة والعلم والحماية والتعايش مع فيروس كورونا. ضيفنا الدكتور الكبير حامد عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم بجامعة القاهرة. صباح الخير على حضرتك. أهلا وسهلا، صباح الخير وعلى جميع المشاهدين. دكتور منورنا أولا، صباح الخير عليك. أنا بتشرفت بحضرتك. عايز ابدا مع حضرتك من الاخر، مما وصلنا. يعني احنا الاول كنا بنسال ونعمل ايه ونحط الكحول كم مره. انا عايز اقول لحضرتك كده وشاركك، كان في ناس زهقت وبطلت تعمل الحاجات دي، وبطلت تعمل المطهرات او تستخدمها بشكل كبير. فين الاصح يعني التوازن الطبيعي والمظبوط من حاله الهلع اللي كنا فيها الاول؟ كنا بنرش كحول تقريبا في عينينا. للمرحله اللي ابتدت الناس تتهاون شويه في اجراءات الحمايه. طبعا حضرتك المقدمه بتاعتك في غايه الاهميه، لان فعلا خير امور الوسط. التشدد قوي او الذعر فعلا المبالغ فيه ادى الى نتيجه عكسيه، يعني ما بقناش نعمل حتى الصح. يعني بقينا الاول بدانا بالحماس زي طريقتنا في كل حاجه، بدانا بطريقه حماسيه، بقينا بنطهر كل حاجه وفي اسراف في التطهير وفي استخدام لحاجات حتى وعملت مشاكل، شفنا حالات منها جلديه كتير في الاول. الكلور الزياده والحاجات، الكلور مثلا. الكلور ده مثلا، نبدا بالكلور بمناسبه مقدمه حضرتك المهمه. الكلور ده معمول عشان التعامل مع الاسطح مش مع الجلد الإنسان. فكانت الناس يعني شفنا حالات كانت بترش كلور على وشها وعلى أيديها، وبتجيلها التهابات جلدية جديدة جدا، وساعات اختناقات، لأن الكلور مش مفروض يستنشق، في غازات بتطلع، في غازات طبعا تضر الجسم. فبدأنا بأن الناس كانت بتحط حتى كلور على جسمها، والكلور ده مفروض للأسطح والأدوات المعدنية، بنطهر بيه أدوات الجراحة، الأسطح، الأرضيات. بمناسبة الأسطح، أسطح المطبخ مثلا تحديدا تطهر بالكلور ولا بحاجة تانية؟ ممكن بالكلور، بس لازم تتغسل بالمية بعد كده. والأرضيات ممكن الكلور، لكن اللي حصل في الفترة الأولانية زي ما حضرتك قلتي، في خلال من شهر شهر ونص كده، كانت الناس بتستخدم الكلور لإيديها، ده طبعا بيؤدي إلى التهابات جلدية شديدة جدا وحساسية جلدية. الكحول اللي هو 70% ممكن استخدامه للإيدين، لكن برضو يعني هو غير الكلور يمكن استخدامه للجلد البشري، لكن مشكلته الأساسية أنه بيعمل جفاف شديد جدا، لأنه بيشيل الطبقة الدهنية اللي بتحمي الجلد. إحنا الطبقة اللي بتحمي الجلد بتاعنا طبقة من الدهون، عشان كده البشرة الدهنية بتتحمل الظروف الجوية أكتر من البشرة الجافة. الكحول مذيب للدهون، يعني أي دهون بتدوب في الكحول، فالإسراف في استخدام الكحول كل شوية بيتحول لوسواس. في مرض زملائنا في الطب النفسي عارفينه، اللي هو الوسواس القهري، اللي هو بيقعد يغسل ايده كل شويه وما يقدرش ما يغسلش، اتحول في ناس كتير قوي اللي هم اساسا كان عندهم قابليه لحدوث الوسواس ده. فعلا شفنا في الاول كده، تبص تلاقي السيده جايه ايديها مهريه كان هي مثلا اتعرضت لحرق، بتقولي مثلا كل دقيقتين اروح حاطه كحول. المفروض الكحول ده من الناحيه العلميه لما بنرجع من البيت، لما بنرجع من الخارج للبيت، يعني مره عند الدخول للبيت وخلاص، او نغسل ايدينا، او نغسل ايدينا بالميه والصابون. لو في ميه وصابون استخدم كحول ولا الافضل ميه وصابون؟ ميه وصابون لمده 20 ثانيه مع عند الدخول للبيت،
خلاص كفايه قوي. وما انساش اغسل وشي كمان علشان المنطقه اللي حوالين الانف والفم وكده. يعني مجرد يعني بالظبط عارف حضرتك زي ما حضرتك قلتي فعلا انا معجب قوي بالمقدمه دي زي ما حضرتك بالظبط كنا بنعمل قبل الكورونا احنا من غير ما نحس. قبل الكورونا كنا اول ما واحد بيرجع من بره نفسيا كده بيبقى عايز يغسل ايده وشه اول ما بيدخل. بس دكتور برضو ده في اوساط المثقفين في ناس ما كنا بنتحايل عليهم يغسلوا ايديهم يغسلوا طبعا في ناس مشكلة. وانا بشوف ان من مزايا الكورونا الحاله العامه من الوعي الحاله الصحيه تمام عايزين نكمل بيها بس يعني. تمام دي يا ريت نكمل بيها بس الوعي زي ما حضرتك قلتي بدون الوسوسه الزياده لان الوسوسه الزياده بتضر الجلد وبتضر الانسان هو بيبقى تعبان نفسيا يعني هي ساعات بتقول لي مش قادره كل شويه اجي اقعد احط كحول على ايدي مش قادره ابطل الحكايه دي ودي فعلا نوع من الوسواس القهري. يعني هنخرج يا جماعه من الكورونا نروح على امراض نفسيه وسواس قهري يا اما نخرج عندنا بقى حاجات صحيه حلوه جدا اللي هي غسيل الايد بالميه والصابون والوجه او اول ما بندخل من المنزل وقبل ما نخرج بس اللي هي الحاجه الطبيعيه اللي بيعملها معظم الناس. لكن الكلور ممنوع تماما بالنسبه للتعامل مع الجسم او الجلد والكحول يعني لو اضطرينا له قوي مره في اليوم ولا حاجه وملوش لازم الصابون يغني عنه يعني. حلو قوي. طيب انا سؤال حضرتك فيما يخص التطهير والتعقيم عموما بقت برضو من الحاجات الإيجابية أنه حتى الشركات المؤسسات الناس كلها بتجتهد أنه تعمل طرق وقاية عشان احنا متعايشين مع الوضع. تمام. رأي حضرتك إيه في بوابات التعقيم في مدى أمنها على الجلد المواد اللي فيها رأي حضرتك؟ هي الحقيقة ملهاش لازمة خالص يعني مفيش أي لازمة أن أنا أحط أرش حاجات على جلد الناس لأن كل واحد جلده بيختلف. في واحدة ممكن تجي لها حساسية حتى من الصابون العادي يعني أنا ما أقدرش أتنبأ كلمة حساسية أصلا جلدية معناها أنها حاجة خارج القاعدة. يعني مثلا إحنا كلنا بنستخدم الصابون اللي عندها حساسية من صابون معين هي خارج القاعدة البشرية وبالتالي بما أن أنا بتعامل مع حاجة خارج القاعدة فمش هقدر أحط قاعدة إيه المادة اللي ممكن تضر الولد أو البنت اللي داخلين أو الرجل يعني حضرتك ما تقدرش حتى تقول إيه الأأمن تمام يترش في البوابات كل اللي بعمله مثلا كنموذج مثلا عندي في العيادة أن أنا حاطط إزازة فيها كحول أو استريرم اللي جاي عاوز يدخل يعمل ايده بالكحول او ماده الاستريليم هي زي الكحول يعني بتستخدمها في العمليات بيعملها اللي عايز يدخل في حمام طبعا يدخل يغسل ايده ووشه براحته يعني بس فعلا دي بخلي السكرتير عندي تبقى ستريكت في الحته دي يعني اللي داخل العياده عشان حمايه لغيره وقد يكون زي ما حضرتك قلتي قد يكون هو ما بيتبعش الاساليب بتاعه الهيجين او الصحه العامه كويس فعلى الاقل نعمل وان يبقى في تباعد يعني مثلا زي ما احنا قاعدين كده ما يبقى مثلا لو في عياده نجيب نظبط المواعيد انا بطول في مثلا فتره العياده قوي بحيث في اي وقت يبقى في واحد او اثنين وقاعتين انتظار بس يعني هو بالنسبه لهنا في مسبيون انا مبسوط جدا لما جيت في الكمامه وطبعا ارتداء الكمامه هو في حاله عامه من الوعي عند الناس والناس بعيدة عن بعضها بس لكن الوسواس الزياده في بوابات التعقيم والمواد الكيماويه وتعاملها مع الجلد البشري بطريقه مضره مش هنستفيد منها اي حاجه غير الضرر وغالبا هيبطلوا بقى يعني دايما يعني بتقلب بالعكس بقى زي ما حضرتك قلتي بالظبط يعني بتقلب بالعكس يبطل بقى خالص. احنا ما فيش غير ميه وصابون واذا كان في مثلا في مكان صعب انه يوصل فيه للحمام مجرد بنحط له ازازه فيها كحول بيعمل ايده كده وخلاص بس والتباعد بس والكمام. في كل أزمة يا دكتور بيظهر المتاجرين يعني في حاجات كتير بتتسوق وتركيبات كتير بتتباع على الإنترنت حضرتك إزاي إحنا كمستخدمين عاديين نعرف نفرق بين الحاجة الآمنة ليا ولبيتي وبين الحاجة اللي قد تكون مغشوشة؟ تمام. هقول لحضرتك مثل برضو إنه أول ما الكحول طلع كان في كحول إيثيلي وكحول ميثيلي ده خطر ولا ده أمان يعني نعرف منين؟ تمام. الكحول الميثيلي أرخص وهو بس الحقيقة مادة مش كويسة لان هي ممكن تضر الجلد. الكحول الايثيلي مهيئ بحيث يتعامل مع الجلد او البشره الكحول الميثيلي لا مش مهيئ لكده. الغش وصل كمان حضرتك ان الكحول علشان يبقى له تاثير تطهيري لازم يبقى على الاقل 70% التركيز بتاعه بالزبط. لو اقل من كده ما فيش فابتدى بقى ايه الغش في الموضوع ده. فانا دايما في جمله بقولها دايما في كل البرامج وبحاول ان انا اكد عليها من خلال البرنامج الهام ده
انه يا جماعه التعامل مع الجسم البشري يبقى من خلال الاطباء، بلاش النت. يعني النت مثلا ممكن تشتري منها قميص، تشتري منها بلوز، تشتري منها بنطلون، وبرده يعني يعني مش مضمونه. لكن اي تعامل، اي ماده بتتعامل مع الجسم البشري، يعني دايما بقول ان احنا لا يجب ان نحترم الجسم البشري حتى قدر احترامنا للموبايل او اللابتوب. بمعنى ايه؟ او العربيه، لما العربيه بتاعتها لازم اوديها للتوكيل، بخاف اوديها لاي حد. اللابتوب لازم اشوف التوكيل بتاعه. طيب احنا برضو لما بنيجي نتعامل نشتري ماده من على النت نتعامل بيها مع ده مش توكيل، التوكيل هو الدكتور والصيدلي بس. بالظبط. يعني ما ينفعش احط صوره على الانترنت واطلب من الناس يساعدوني يقولوا لي ابني عنده ايه. ابني عنده اهو كده، هي دي المشكله بقى حضرتك. يعني انا نص العيانين اللي بيجوا لي بيبقوا معاناه بسبب علاج جه من النت. مفيش حاجه اسمها علاج من النت خالص. يعني علاج النت ده اصبح زي السرطان اللي في المجتمع فعلا. اي حاجه تقول لك انا جبته من النت، جبت دواء تخسيس من النت، جبت دواء للحساسيه من النت، جبت مطهر من النت، الحاجات دي كلها مجهوله المصدر وكلها نصب في نصب طبعا. واحنا بنشوف المشاكل بتاعتها بقى بعد كده. انا عايز اسال حضرتك على حاجه يعني قد تكون ملهاش علاقه بالجلديه لكن اكيد حضرتك تعرضت لده. فكره بمناسبه النت، الشائعات والتهويل والتخويف، حضرتك الى اي مدى شايف ان احنا محتاجين ننقي يعني ما يصل الينا من معلومات، خصوصا حضرتك بتتكلم عن المعلومات الطبيه، احنا بقى مشغولين بكل المعلومات اللي بتيجي للناس بشكل مباشر. الحقيقه انا عازل الناس، قلقهم بيخليهم يدوروا على المعلومه في كل حاجه. هنا بيجي دور مصدر المعلومات السليم. مصدر المعلومات السليم لازم يبقى وزاره الصحه. انا بنبسط جدا من بيان وزاره الصحه اليومي، بس هنا بوجه رساله وتحيه ليهم طبعا، بيبذلوا مجهود فوق طاقه البشر. ويمكن الفتره بتاعت وزاره الصحه ديت هتذكر بعد كده في مصر، في تاريخ مصر، ان وزاره الصحه فعلا قامت بمجهود. والاطباء طبعا زمايلي وابنائي واخواتي وتلامذتي لازم اوجه لهم التحيه. لكن احنا عايزين البيانات العلمية دايما، بحيث العملة الجيدة المرة دي تطرد الرديئة. البيانات العلمية من وزارة الصحة تتكثف شوية. أنا لاحظت هنا وأنا قاعد في الاستراحة التلفزيون بيقوم بدور حلو قوي، وطريقة استعمال الكمام طبعا دي، بس احنا عايزين نكثف ده، بحيث لو احنا كثفنا ده هيقل جدا احتياج الناس للمعلومات. تبص تلاقي واحد مثلا يجي يقول لك ايه، طبعا يقول لك عسل النحل للشفاء من الكورونا، حبه البركه، مش عارف ايه، وتلاقي ايه المتابعين حضرتك. وده معناه ايه؟ انا مش زعلان منه ولا زعلان من اللي بيتابعه، لكن نحل المشكله ازاي؟ ان احنا نقدم البديل العلمي بقى، زي برنامج زي ده بتاع حضرتك. ما هو احنا برضو ما فيش حد قال لنا ان في علاج لكورونا، ففيش بديل. تمام. ايوه، ينفع نقول الحقيقه كده وخلاص. البدائل العلميه ما هو لازم برضو يقول ليه ما فيش علاج دلوقتي للكورونا. لان مثلا بنقول القواعد الطبية عموما ان اي علاج عشان يترخص العلاج، الدواء اللي حضرتك بتلاقيه في الاجزخانة دوت بتروح تشتريه ويتكتب لك برشته طبيه، ده مر بسنوات من التجارب العلميه الرصينه المحكمه عشان يقدر يحطه لك في الصيدليه. مشكلتنا ان الكورونا حاجه حديثه جديده، دي بقى نقطه لازم الناس تفهمها، ما خدتش وقتها، فمش هتاخد وقتها. لدرجه انه لاول مره هيئه الدواء الامريكيه، اللي هي زي ما تقول زي عارفه دمغه الذهب، هيئه الدواء الامريكيه دي، يعني في ادويه ساعات في اوروبا موجوده لسه امريكا ما رخصتش بيها، متزمته جدا ومتشدده جدا في صحه الانسان، ابتدت تتنازل عن عنصر الوقت شويه، لان الوقت مش في صالحنا. تنقذ الناس. فاللي بنفهمه للناس ان الحاجات الطبيه، عشان اقول ان حبه البركه دي تنفع الكورونا، دي معلومه في منتهى الخطوره. هتضر ليه؟ هتضر في الاتجاهين. اولا هتخلي العيان ياخد احساس وهمي بان حاجه بتخفف، الحاجه الثانيه هتخليه ما يروحش للدكتور. يعني بتضر في الاتجاهين. فالحل الوحيد ايه؟ ان وزاره الصحه تزود البيانات او برامج زي ديت، تجيب اطباء بس، بحيث ان احنا المشاهد او المتلقي العادي يلاقي نفسه محاصر طول الوقت بالعلم. حلو. فما يلاقيش وقت. ده حلم كبير يا دكتور صدقني. والله فعلا نفسنا نحاصره بالعلم. يعني يا ريتنا البرامج الطبيه او العلميه ما فيش. ليه؟ لان بكل صراحه طبعا تلفزيون الدوله طبعا له دور كبير، وده بحييه، لان هو بيهتم بالانسان بصرف النظر عن اعلانات. انما معظم القنوات الفضائيه باستثناء تلفزيون الدوله، الطب كله بقى اعلانات. ويا ريت الطب، يا ريت والله الطب يبقى اعلانات، يا ريت. المهم الاعلانات اللي بيدفع. يعني انا اطلع اقول انا بعالج السرطان بالميه الساقعه مثلا، مش دكتور، طالما دفعت الاعلان خلاص اوكي.
فاحنا لازم نعذر الناس برضو. دي فوضى تانية والفوضى دي كمان مخلية الحالة النفسية للناس الطبيعيين متأثر في حالة قلق، لأنه معلومات متضاربة وثلاث أرباعها من الناس مش أطباء. الأطباء هم المصدر الوحيد للمعلومة، المفروض يكونوا المصدر الوحيد للمعلومة. أنا كمان عايز أسأل حضرتك دكتور على هل الحالة النفسية ممكن تعمل أمراض تانية وتحديدا في الجلدية؟ يعني طبعا. هل القلق يعمل أمراض جلدية؟ هل في أعراض ممكن أشوفها بسبب الظروف اللي احنا فيها مأثرة على نفسية ناس كتير؟ تمام. الجلد والجهاز العصبي في التطور الجنيني بدون تفاصيل بينشأوا من خلية واحدة. يعني الخلية اللي عملت الجلد بتاعي هي نفس الخلايا اللي عملت الجهاز العصبي بالمخ والاعصاب. دي حاجه معلومه طريفه جدا. يعني مثلا العضلات والعظام حاجه واحده، ناشئين من خليه واحده، مع ان ده شوفي العضله طريه جدا والعظم حاجه، بس هم منشا واحد. المنشا الواحد هو الخليه الجلديه والخليه العصبيه، ناشئين من خليه واحده، وبالتالي مرتبط. كل ما يتعلق بالامراض النفسيه او التوتر النفسي او القلق النفسي في الفتره اللي احنا عايشين فيها ديت، بالاضافه طبعا للحر بتاع الجو والقعده البيت والكتمه في البيت، بينعكس على الجلد، لدرجة أنه تقريبا نقدر نقول أن مفيش مرض في الجلد إلا لما يكون فيه جزء نفسي، ممكن بقى حسب، بس له وزن نسبي يعني. يعني ممكن يكون هو السبب يعني مثلا الثعلبة اللي هي فقدان الشعر من حتة، في فقدان كامل للشعر من منطقة في الرأس أو الجسم، تمام، دي السبب الأساسي لها نفسي. اللي عنده قابلية للصدفية أو لحب الشباب أو للإكزيما، اللي عنده قابلية لو ضايق نفسيا أو تعب نفسيا يجيله المرض ده تاني. يعني في امراض اساسها نفسي وفي اعراضها جلديه، واعراضها جلديه، وفي امراض تكون عند الشخص عنده قابليه للمرض الجلدي يزيد واول ما نفسيته تتوتر يرجع له تاني. يعني السيده تقول لي انا عندي الصدفيه مثلا قعدت سنه او سنتين مش موجود، بس في ظروف الكورونا والقرف دوت وحبسه البيت وقلقي على اولادي لقيتها. من اشهر الحاجات يا دكتور اللي بلاقيها على النت طول الوقت، واكيد اللي بيشوفون هيوافقوني، اللي حد يحط صوره مثلا ايده فيها كدمات غامقه كده بلا سبب. ايوه ده مرض جلدي ولا ده مرض نفسي؟ ده بيحصل في البنات والسيدات. اسمه بالانجليزي معقد شويه، لكن اسمه بالعربي هو الكدمات النفسيه. فعلا تبص تلاقي سيده، وغالبا بيحصل في الجنس اللطيف باعتبار البنات والسيدات اكثر حساسيه مننا طبعا. شايفين يا جماعه الدكتور لسه بيقول علينا الجنس اللطيف؟ انا ما سمعتش الجمله دي بقالي كتير قوي. الجنس اللطيف طبعا، انا متحيز جدا للجنس اللطيف، تحيزي لاي، لانه هم اساسا اكثر حساسيه، وفي نفس الوقت هم في مجتمعنا او في المجتمعات عموما هم اللي مهضوم حقهم طبعا، اكيد طبعا يعني. لكن ده عرض نفسي حقيقي. ده عرض نفسي. السيده لو عندها فجأة مثلا تقولي صحيت من النوم ألاقي حتة زرقاء كبيرة كده في جسمي، نمت متضايق صحيت تعمل ايه؟ دي بتبقى ضعف في الشعيرات الدموية، بتديها بعض الفيتامينات، من ضمنها مثلا فيتامين سي اللي اختفى خلاص من الصيدليات دلوقتي. من كتر خلي الناس تتخانق عليه وبعد تتخانق عليه، وممكن لو زاد يعمل حصوات في الكلى ويعمل مشاكل. طب اسالوا الدكاتره، حتى فيتامين سي روحي حاولي تجيبي فيتامين سي دلوقتي، بحيث حتى اللي محتاجه فعلا زي السيده اللي هي بتجيلها الكدمات ديت، او اللي عندها مثلا عروق حمراء بنعالجها بالليزر، بس بنستخدم فيتامين سي معاها، ما تلاقيهوش. يعني بحيث بقى المريض اللي محتاجه مش هيلاقيه. فاهمه قصدك. يعني انا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. هنحاصرهم بالعلم. ونعمل محاصره. استاذ دكتور حامد عبد الله، استاذ الجلديه والتناسليه والعقم في جامعه القاهره، نورتنا. انا اللي شاكر. صباح الفل. دي كانت حلقتنا النهارده من صباح الخير يا مصر. يا رب يومكم يبقى مليان معرفه مبهجه وامور نعرفها عشان تغير حياتنا الافضل، مش علشان تقلقنا وتخوفنا. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله.